خلينا نبدأ. أنا بس هعمل معاكم كده ريفيو على البروسيس اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، لأن أنا مهتم جدا إن أنتوا تبقوا فاهمين احنا بنعمل إيه. يعني ده مهم جدا. لو تفتكروا احنا اتكلمنا أول مرة وقلنا إن احنا أول حاجة بنعملها هي بلان ريسك مانجمنت، وفي بلان ريسك مانجمنت احنا بنشوف الستيك هولدرز الريسك اتيتود بتاعهم ايه، وبناء على الريسك اتيتود بتاعهم بنبتدي نديفاين مجموعه حاجات من ضمنها ريسك توليرنس وريسك ثريشولد وريسك ابيتايت. وهي دي الحاجات اللي بتقول لي والله الاورجنايزيشن دي او الستيك هولدرز دول هم ممكن يكونوا متحملين ريسك لحد فين، يعني عندهم استعداد ان هم يتحملوا مخاطره لحد فين، ان هم يقدروا يوصلوا للايه للادفانتج او للبنفيت دي. تمام. بعد ما بنعرف الكلام ده وبنبتدي نعمل له دوكيومنتنج في الريسك مانجمنت بلان، بنبتدي بقى نايدنتيفاي الريسكس، نبتدي نطلع ريسكات، نبتدي نقول ايه هي الريسكس اللي موجوده عندي واللي ممكن تكون مؤثره. طبعا ممكن تكون مؤثره دي مش معناها ان تاثيرها قليل انا مش بطلعها. انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لازم نعمل نوع من انواع البافرنج، او ان احنا نفصل تماما ما بين كل بروسيس واللي بعدها. يعني ما نخليش فهمنا المسبق او معرفتنا المسبقه بايه الريسبونس اللي هيتعمل او اذا كانت الحاجه دي مهمه ولا مش مهمه يؤثر على بروسيس مثلا زي ايدنتيفاي ريسكس. فانا في ايدنتيفاي ريسكس انا بطلع از موست از بوسيبل. اوكي. فانا في ايدنتيفاي ريسكس بطلع كل الريسكس، ان شاء الله تطلع 1000 ريسك وفي النهايه تشتغل على 70 فقط، بس في النهايه لازم تعرف الريسك عشان تقدر تحدد هو مهم ولا مش مهم وهتصرف معاه ازاي. نيجي في البروسيس اللي بعد كده هي بيرفورم كواليتيف ريسك اناليسيز، وهنا انا بعمل ايفالويشن لل او بعمل اسسمنت لل البروبابيليتي اللي هي الاحتماليه ان الريسك ده يحصل، وللامباكت اللي هو لما يحصل هيبقى تاثيره ايه. بعمل الكلام ده في بيرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيز، وبناء على الكلام دوت بطلع السيفيريتي بتاعت الريسك او الريسك سكور، وببتدي بناء على الكلام ده اعمل برايورتيزيشن او ترتيب اولويه للريسك، مين اللي خطر قوي ومين اللي نص نص ومين اللي ايه اللي في منطقه الامان. بنعبر عن الكلام ده عن طريق البروبابيليتي امباكت ماتريكس، وبيبقى في منطقه حمراء ومنطقه صفراء ومنطقه ايه خضراء. لو لقينا او كان الوضع يتطلب ان احنا نروح للكوانتيتيف ريسك اناليسيز فاحنا بنعمل ده، ما بيتطلبش بنروح للبلان ريسك ريسبونسز اللي هي بقى بناء على اللي فات ده هنبتدي نقول ان الريسك رقم كذا هنعمل فيه، الريسك الفلاني ده هنعمل فيه. نيجي في امبلمنت ريسك ريسبونسز ننفذ اللي احنا قلنا عليه ان احنا هنعمله، واخر حاجه خالص احنا بنمونيتور الريسكس دي احنا فعلا نفذنا اللي خططنا له، هل كانت الريسبونس فعلا فعاله. بنبتدي نمونيتور حاجات كتيره فيما يخص الايه الريسك مانجمنت. انا كنت مهتم اراجع معاكم الاوفر فيو ده ونبقى فاهمين القصه والحكايه وفاهمين احنا جايين هنا نعمل ايه اصلا، عشان بعد كده بنبتدي نمشي على كل بروسيس ونفهم فيها ايه. طيب احنا طبعا بعدها قلنا بلان ريسك مانجمنت وقلنا شفنا كل الحاجات دي. احنا هنبتدي نعيد كده ناخد كده بشكل سريع من اول بيرفورم كواليتيف ريسك اناليسيس بشكل سريع جدا. في بيرفورم كواليتيف ريسك اناليسيس احنا مهمتنا ان احنا نقول الريسك ده البروبابيلتي بتاعته قد ايه والامباكت بتاعه قد ايه، وبالتالي السيفيريتي بتاعته قد ايه والسكور هيبقى ايه، وبناء على السكور اللي طلع ده نقدر نحطه في انهي كاتيجوري. طب الكاتيجوري اللي بنحطه فيها دي بتبقى بناء على الديفينيشنز اللي احنا عاملينها في الاول. فلما نيجي نبص كده بيقول لك ان بيرفورم كواليتيف ريسك اناليسيس is a process of prioritizing individual project risks for further analysis or action by assessing their probabilities of occurrence and impacts as well as the other characteristics. يعني انت حضرتك بترتب الريسكات في اولويه بتجهزها للاكشنز اللي هيتاخد بعد كده. The key benefit of this process is that it focuses efforts on high priority risks.
الهدف الاساسي من البروسيس دي انها بتخليك تعرف تركز مجهوداتك على الهاي برايورتي ريسكس، والبروسيس دي از بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت. Priority assessments reflects the risk attitude of the project team and the other stakeholders. وده الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، يعني الاسسمنت دي بتبقى مبنيه على ايه؟ على risk attitude. قال لك effective assessment therefore requires explicit identification and management of the risk approaches of key participants in the in this process. يعني انت محتاج تبقى محدد وموضح الابروتش بتاع كل participant من الناس اللي بتشارك في البروسيس دي معاك، الابروتش الريسك ابروتش بتاعهم. هما بيمانجوا الريسك ازاي؟ بيشوفوا الريسك ازاي؟ تمام؟ لان ده بيؤثر على الريسك عندك. Where this risk approach is introduced bias into the assessment of identified risks. الريسك ابروتشز بتاعت الكي بارتيسيبنتس دي يا جماعه بتحط البايز بتاعت كل بارتيسيبنت، تمام؟ وبالتالي اللي بيخليك تقدر يعني تخلي البايز ده ما ياثرش جامد ايه هي الديفينيشنز اللي انت حاططها في الاول. فاكرين لما قلت لكم افصل؟ فانا بديفاين في الاول عشان ابقى عارف ان من كذا لكذا لو، ومن كذا لكذا هاي، ومن كذا لكذا مودريت. فلما اجي اشتغل ما ينفعش بقى ساعتها حاجه انا شايفها بقى لا دي هي والله مودريت، لا بس احنا اتفقنا ان من 5/10 لحد 15 من 10 سوري حد من 5% لحد 15% ان ده كده يعتبر لو. انت ازاي جاي دلوقتي بتقول عليه مودريت؟ فانا هنا بحاول افلتر او اعمل نوع من انواع السيبريشن على البايز اللي ممكن يحصل للريزلت بتاعتنا. طيب قالك establishing definitions of the levels of probability and impact can reduce the influence of bias. طيب احنا هنا برضو اتكلمنا عن نقطة مهمة قوي، ان احنا بنروح لل quantitative risk analysis if it is required. If it is required لو الوضع انت شايف انك عندك high priority risks وليها impact شديد جدا على ال project، فانت بتلجأ بقى ساعتها لل quantitative risk analysis. ولو كان عندك برضو overall project risk كبير فانت ساعتها بحتاج تروح لل quantitative risk analysis. طيب البروسيس عندي هنا بسيطة جدا، انا بعمل updates فين؟ بعمل updates في الاسامشن لوج والايشو لوج وريسك ريجستر وريسك ريكورد. وزي ما انا وضحت لكم المرة اللي فاتت الفورم او الاكزامبل او السامبل اللي احنا شفناها من الريسك ريجستر كان فيها كل الداتا بتاعت الريسك، مش الداتا بتاعت ايدنتيفاي ريسكس بس، لا كل الداتا بتاعت الريسك اللي جاية من كل البروسيسز. فحضرتك الريسك ريجستر اللي احنا قلنا بيمثل بالنسبة لنا كما لو كان قاعدة البيانات بتاعت الريسك بتاعنا، بتاعت الريسك اللي عندنا في البروجكت، فاحنا بنابديت كل شوية على الريسك. فايدنتيفاي ريسكس احنا جاست عرفنا اسم الريسك او حددنا الديسكريبشن بتاعه. نيجي في الكواليتيتيف ريسك اناليسيس بدأنا ندي بقى اسسمنت للبروبابيليتي والامباكت وطلعنا سيفيريتي وبدأنا نقول الكلام ده كله، تمام؟ فاحنا بنروح جاست ان احنا نابديت في الريسك ريجستر. طيب انا عندي هنا بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس، الاي اي اف، او بي اي، والتولز هنا عندي كل التولز عاديه جدا باستثناء حاجه او اثنين وهنشوفهم. اكسبرت جادجمنت، داتا جاذرنج، داتا اناليسيس، وفي الداتا اناليسيس حاجه اسمها ريسك داتا كواليتي اسسمنت ودي هنشوفها، وريسك بروبابيلتي اند امباكت اسسمنت، تمام، اللي احنا لسه عاملينها من شويه اللي هي بتاعت الماتريكس، واسسمنت اوف اذر ريسك بارامترز. لو عندك اي بارامترز ثانيه للريسك مثلا ريسك ده ايرجنت، الريسك دوت تايم كريتيكال، الريسك ده مش عارف ايه، اي بارامترز اخرى للريسك. انتربرسونال اند تيم سكيلز، انتربرسونال اند تيم سكيلز اللي هي المهارات الشخصيه اللي بنختار منها في الموضوع بتاعنا هنا او في البروسيس بتاعتنا هنا، الفاسيليتيشن اللي هو تقدر تسميه كده نوع من انواع التيسير او اداره النقاشات فيما يخص المجموعات. الريسك كاتيجورايزيشن وده احنا برضو اتكلمنا عليه وهنقوله دلوقتي. الداتا ريبريزنتيشن اللي هي فيها probability and impact matrix وhierarchical charts، احنا probability and impact matrix شفناها وهنشوفها دلوقتي، والميتنج برضو دي حاجات كلها عاديه عندنا. فالريسك probability and impact assessment انت هنا
بتنفستيجيت البروبابيليتي او بتنفستيجيت اللايكليهود بتاعت الريسك، هو احتمال يحصل او بنسبه كام يحصل. يعني انا مثلا لو جيت سالتك في مصر احتمال ان المطر يمطر كام في الميه، انت ممكن تقول لي يعني يكاد يكون 0%، لان في فصل الصيف في مصر مش متعودين يبقى في اي امطار. بس وارد جه في سنه من السنين كده كان في مطر، فعشان المره اللي جت في خلال 10 سنين دي ممكن نقول ايه 5% او 10%. يبقى اذا اللايكلي هود هنا او البروبابيليتي هي 5 او 10%. ريسك امباكت اسسمنت انفستيجيت ذا بوتنشال افكت اون ا بروجكت اوبجكتيف. طيب المطر بقى لما يمطر ايه الامباكت بتاعه؟ يعني انا مثلا لو انا مشون اسمنت بره عندي، ده هيأفكت عليا ازاي؟ يعني ده ممكن يكون تاثيره عليا ايه؟ والله هيكون ماينر، وانا ممكن ساعتها يكون عندي اكتر من حل. بس الامباكت ممكن نقول والله الامباكت هنا 10% 20% حسب. يعني انت لو مثلا حاطط كميه كبيره فممكن الطبقه اللي فوق بس هي اللي تتاثر، فيبقى الامباكت بتاعك هنا مثلا 10 20 حسب يعني. فانت بتشوف بقى الليفل اوف بروبابيلتي اند امباكت، وبتعمل لهم اسسمنت فور ايتش ايدنتيفايد ريسك ديورينج ذا انترفيو اور ميتنج انكلودينج اسامبشنز justifying the levels assigned. يعني بتكتب كمان ايه هي الافتراضات اللي انت حطيتها اللي تبرر بيها الليفلز اللي انت قلتها. انت جيت قلت لي هنا البروبابيليتي بتاعت ان المطر يمطر 10%، فانا لما جيت اسالك ليه قلت لي والله البروجكت هيبدا في شهر 4 ويخلص في شهر 9، وفي الفتره دي في مصر نسبه سقوط الامطار لا تزيد عن 10% نتيجه انه في اخر 10 سنين فاتت الوضع كان كذا. هنا انت استندت لايه؟ لحقائق. طيب ممكن يبقى في حاجات تانية مستند لاسامبشن. يعني جيت قلت والله انا الوضع عندي هنا في احتمال كذا وكذا، بس انا باسيوم كذا، وبالتالي الليفل عندي هنا بتاع البروبابيلتي هيكون 20% 30%. Risk probabilities and index are rated according to the definitions given in the risk management plan. ده بيحصل نتيجة ايه؟ بيحصل اعتمادا على الديفينيشنز اللي قلنا عليها. طيب دي الريسك كاتيجوريز اللي هي موجودة عندنا technical, external, organizational, project management. واي ثينك ان احنا تقريبا استعرضنا سلايد زي كده قبل كده. تمام؟ دي كلها يا جماعة الكاتيجوريز بتاعة الريسك. اذا كان الريسك ده technical ولا organizational ولا project management ولا external ولا whatever. زي resource breakdown structure ده يعتبر برضو risk breakdown structure أو risk categories. دي probability and impact matrix وبتبقى معمولة بالشكل ده. تقول لي طب انت عرفت منين ان ده كده وده كده وكده؟ والله انا ببقى حاططها كده وبعدين ببتدي اوقع الارقام بما يتناسب مع الـ risk attitude بتاع الـ stakeholders عندي. تمام؟ بما يتناسب مع الريسك. يعني الارقام هنا مش شرط تلاقي في كل مشروع ان الفيري لو مثلا 5% وان الفيري هاي مش عارف كام في المية. لا، ده بيدبند على التوليرنس والثري تشولد والابيتايت بتاع الريسك بتاع الستيك هولدرز. زي ما احنا شايفين كده الارقام احنا بنوقعها ونبتدي نحط ايه الكلام ده. طيب لما ريسك بقى انا عملت له شفت احتماليه حدوثه وبعدين ضربت البروبابيلتي والامباكت لقيته طلع لي مثلا هنا في رينج ال 45% 45 في الالف، فانا هحطه هنا. طيب هو وقوعه في المنطقه دي كده، وكون ان انا مخلي المنطقه دي كلها خضراء، ده بيقول ان الريسك دوت بالنسبه لنا احنا في المشروع ده ممكن يكون اكسبتد او ما يخوفش. الريسكات اللي وقع في المنطقه الخضراء ممكن تبقى ايه؟ ما تخوفش. في الصفراء محتاجه اهتمام، في الحمراء لا هنا في خطوره. تمام؟ طيب ريسك داتا كواليتي اسسمنت، هنا انا بكلمك على البيانات اللي انت بنيت عليها الريسك. انت لما جيت تشتغل مثلا يعني والله بدل ما رحت عملت احصائيه كده وقلت والله انا هشتغل، او سوري بدل ما عملت احصائيه وشفت في اخر 10 سنين مطر كم مره في فصل الصيف، خدتها كده بالايه؟ بالذاكره، خدتها كده بالفهلوه. فالديتا اللي انت استخدمتها هنا عشان تطلع اللايكليهود بتاع ان المطر يمطر ما كانتش فيها كواليتي. فحضرتك عشان تضمن ان الاسسمنت بتاعتك فعلا تاد فاليو وتقدر تساعدك انك تعمل ريسك مانجمنت كويس في المشروع، لازم الديتا نفسها تبقى فيها كواليتي. طب كواليتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان يبقى الريسك نفسه مفهوم، يقدر اي حد يقرا يفهمه، يكون accurate، الداتا نفسها accurate،
الكواليتي بتاعت المعلومه عاليه، يعني انت جايب حاجه من مصدرها. الريلايبيليتي ان معلومه يمكن الاعتماد عليها مش مجرد تاليف. انتجريتي ان هي يكون فيها نزاهه ما يبقاش فيها تحيز وهكذا. تمام. طيب عندنا هندخل على بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس. قال لك is the process of numerically analyzing the effect of identified risk on overall project objectives. بنبتدي بقى بشكل رقمي. هنا في نقطة مهمة بالمناسبة عايز اوضحها لكم. مش معنى ان اللي فات كواليتيتيف ان احنا ما بنستخدمش فيه ارقام، احنا مستخدمين ارقام هنا. هتقول لي امال ازاي ده يبقى كواليتيتيف ومستخدمين فيه ارقام؟ حضرتك هنا احنا بناخد الموضوع بشكل كواليتيتيف من حيث تقييم الريسكس. تمام. ولما بنيجي نقول ان الريسك هنا 10% 20% 30% ايا كان الحاجات دي، في النهايه ده كله كواليتيتيف، لان الكوانتيتيف احنا بنروح نانلايز بشكل تاني مختلف زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وبالتالي الكواليتيتيف بانكلود يوزنج نمبرز، مش بس ان انت يعني بتقعد تقول ده لو وهاي وكده. انت بتشتغل باللو والهاي، لان انت بعد كده بتبتدي تاخد قراراتك بناء على ده لو ولا هاي ولا ايه. انت في النهايه لما بتيجي توصل للسكور بتقوم حاطط السكور ده في الكاتيجوريز اللي عندك، يقول لك ده هاي ولو، وتاخد الديسيجن بتاعك بناء على الكلام ده. لكن في حاله الكوانتيتيف ريسك اناليسيس اللي هو مش ضروري يتعمل في كل المشروعات بالمناسبه، بيبقى الوضع مختلف، وهنشوف دلوقتي الدنيا دي فيها ايه. طيب قال لك the key benefit of this process is that it produces quantitative risk information to support decision making in order to reduce project uncertainty. احنا عايزين نقلل project uncertainty يا جماعه. is performed on risks that have been prioritized by the performed qualitative risk analysis. يعني ده بيتنفذ مش على كل الريسكات، ده بيتنفذ على الريسكات اللي انت عملت لها ترتيب اولويه عاليه او خدت اولويه عاليه او كانت هاي ريسك، وانت شايف كمان ان انت محتاج تعمل كوانتيتيف، والكواليتيتيف ما كانش كفايه. انت محتاج تدرس تاثير الريسكس دي على الاوفر اول بروجكت اوبجكتيف. طيب ريسك اناليسيس بروسيس از بوتنشلي اند سبستانشلي امباكتنج ذا بروجكت كومبيتنج ديماندز is used mostly to evaluate the aggregate effect of all risks affecting the project. انت بتدرس هنا التأثير التراكمي او التأثير الإجمالي للريسكات دي مع بعضها. يعني انت هنا مش بتبص على المطر لما يمطر هيأثر ازاي على الكوست وعلى التايم، قد ما بتشوف المطر مع ريسك تاني مع تالت مع خامس مع عاشر، التأثير الإجمالي لكل الريسكات دي على البروجكت بشكل عام ايه. تمام. هو دايما الكوانتيتيف يا جماعه مرتبط بالاوفر اول بروجكت ريسك اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وبينا الفرق ما بين الانديفيدوال ريسكس والاوفر اول بروجكت ريسك. طيب فقال لك ان البروسيس دي هي نيوميريكال انالايزنج ذا كومبايند افكت of identified individual project risks and the other sources of uncertainty on overall project objectives. لو تفتكروا ان ده تقريبا شبه التعريف بتاع الـ overall project risk، اللي هو انت بتشوف الـ combined effect بتاع الـ individual project risk in addition to risks او sources of uncertainty other sources of uncertainty اللي بتأفكت على الـ overall project objectives. The key benefit of this process is that quantifies overall project risk exposure. ان هي بتبتدي بقى تحط ال overall risk exposure بشكل رقمي. And it can also provide additional quantitative risk information to support the risk response planning. بتبتدي تديك بقى support انك تعرف تحط risk response planning تتناسب مع ال data quantitative اللي انت جبتها. This process is not required for every project, but where it is used, it is performed throughout the project. يعني هي مش ضرورية في كل المشروعات، ولكن لما بتستخدم بتبقى throughout the project. تمام؟ طيب احنا هنا كل اللي بنعمله ايه؟ كل اللي بنعمله project، نعمل update في project document، والdocument بتاعتنا اللي بنعمل فيها update هي risk report. وانا وضحت قبل كده الفرق ما بين risk report وrisk register. وتلك الrisk report هو type of reports انت حضرتك بتقدمها، او بيبقى الهدف منه ان هو يطلع او بعض او كل الستيك هولدرز على موقف البروجكت ده من حيث
الريسك. بينما الريسك ريجستر هو الداتابيز اللي حضرتك بتريجستر فيها وبتابديت فيها كل حاجه عن الريسك. طيب احنا هنا في الانبوس عندنا بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس، واو بي اي، وي اف. طيب تولز اند تكنيكس، اكسبرت جادجمنت، داتا جاذرنج، انتربرسونال تيم سكيلز، فاسيليتيشن، ريبريزنتيشن اوف انسرتينتي وهنشوفها، والديتا اناليسيز، وفيها كل الحاجات دي هنشوفها دلوقتي. طيب احنا يا جماعه عايزين ايه؟ احنا عايزين ريبريزنتيشن اوف انسرتينتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا لو انت عندك البروسيس معينه او اكتيفيتي معينه ما انتش عارف الاكتيفيتي دي ممكن تتكلف كام تحديدا، فانت بقى عندك هنا انسرتين فاليوز للكوست بتاع الاكتيفيتي دي. يعني الاكتيفيتي دي ممكن تبقى بخمسه، ممكن تبقى بسته، ممكن تبقى بسبعه، ممكن تبقى بثمانيه. طيب البروبابيلتي بتاعت كل فاليو من دول غير الثانيه. يعني مثلا لو جينا وقلنا ان احنا عندنا الرينج بتاعنا بيتراوح من 5 لحد 10، ده كتكلفه متوقعه للاكتيفيتي ما او ديوريشن متوقعه للاكتيفيتي ما، فانا ممكن اقول لك ان الموست بروبابل هنا هو 7، بينما الليست بروبابل هي ال 5 وال 10 وهكذا. فانا ساعتها بقوم عامل ريبريزنتيشن للانسرتينيتي في الكوست ده او في الديوريشن عن طريق البيل شيب ديستريبيوشن او التريانجل ديستريبيوشن زي ما انتم شايفينه، ودي حاجه معروفه في الاحصاء، بس ممكن اللي عايز يستزيد فيها يبقى يعمل فيها ايه؟ ريسيرش. فدي احد التولز اللي انا بستخدمها تو ريبريزنت انسرتينيتي فور سبيسيفيك فاليو ان ذا بروجكت. طيب عندنا حاجات ثانيه، عندنا حاجه اسمها سيميوليشن، وعندنا حاجه اسمها سنسيتيفيتي اناليسيس وديسيجن تري اناليسيس وانفلونس دايجرام. تمام؟ طيب السيميوليشن انت هنا بتاخد البارامترز اللي عندك والفاليوز اللي عندك وتبتدي تدخلها على ابلكيشن عشان يعمل لك سيميوليشن كما لو كان البروجكت اشتغل، عشان يوريك ان في حاله الانسرتينيتي او الانسرتينيتي اللي عندك هنا في البروجكت ممكن ايه اللي يحصل في النهايه. يعني المشروع ده لو دخلته بالبارامترز دي وكل الريسكس دي انا ممكن اوصل لفين بعد شهر، بعد 6 شهور، بعد سنه، وهكذا. الموست كومن اللي بيستخدم كتكنيك هنا او الاناليسيس تكنيك هنا اسمه مونتي كارلو. مونتي كارلو ده السيميوليشن تكنيك او سيميوليشن اناليسيس تكنيك، بيستخدم في حاله الكوانتيتيف ريسك اناليسيس. طيب سنسيتيفيتي اناليسيس هيلبس تو ديتيرمن، يعني دي هنشوفها هنا مثلا السنسيتيفيتي اناليسيس. انت بتبتدي تشوف project completion date as a project objective. يعني انا النهارده عندي project objective اسمه ال project completion date. طيب اللي هو ايه؟ اللي هو موعد اكتمال المشروع او موعد تمام المشروع. تمام؟ طب موعد تمام المشروع ده بيتاثر بالعوامل اللي هي فور اكزامبل المود ديزاين، المود تيست، البيزنس تيست، السوفت وير ريليز. انا هنا بتكلم عن سوفت وير بروجكت باي ذا واي. Pilot phase, mood delivery, trainee, user, load, data. تمام؟ بيتأثر ازاي؟ فبتلاقي عندك التورنيدو دايجرام اللي طالع لك ده، بحيث ان اعلى حاجه بتؤثر على الكومبليشن ديت، يعني احنا شايفين هنا ان ممكن يكون التارجت ديت على سبيل المثال هو 9 مارس. تمام؟ وممكن ينزل لحد 9 يناير ويزيد لحد 9 مايو. وبالتالي لما باجي اشوف مثلا الحاجه زي لود ديتا، هي اقلهم تاثيرا ان هي ممكن تخليها يحصل. احنا هنا يا جماعه باي ذا واي بروجكت كومبليشن ديت زي ما قلت لكم الاوبجيكتيف والانسرتينيتي هنا هي في، هو انا فعلا هخلص في 9 مارس ولا اخلص قبل كده ولا بعد كده وهكذا. فاكتر حاجه البروجكت اوبجيكتيف اللي هو البروجكت كومبليشن ديت ده حساس ليها كانت المود ديزاين. هي دي اكتر حاجه ممكن تؤثر على البروجكت كومبليشن ديت، يليها المود تيست. طبعا المود ده ممكن يكون يعني الابلكيشن اللي احنا بنعمله او السوفت وير اللي احنا بنعمله. طيب هتلاقي حاجات تانية ليها امباكت او البروبابيلتي بتاعتها رايحه ناحيه التاخير دايما مش التقديم. تمام؟ زي البايلوت فيز والسوفت وير ريليز وهكذا. فالموضوع كله ببساطة إن حضرتك بتبتدي تدرس تأثير أو تدرس حساسية specific project objective ناحية مجموعة من العوامل.
وبترتبها من الاعلى للاقل، فبيطلع لك التورنيدو دايجرام اللي قدامنا ده، ده في السنستيفيتي. طيب في حاجه عندي كمان اسمها اكسبكتد مونيتري فاليو اناليسيس. اكسبكتد مونيتري فاليو اناليسيس هو تكنيك انا بستخدمه عشان اقدر احدد او اخد ديسيجن فيما يخص حاجات فيها انسرتينتي. طيب زي ايه؟ انا هنا عايز اخد ديسيجن اعمل مثلا، انا عندي في مصنع وفي تو اوبشن، ان انا اجيب نيو ماشين او ابجريد الاكزيستنج ماشين. الكوست بتاع النيو ماشين 20000 والكوست بتاع ابجريدنج ذا اكزيستنج ماشين از 10000. فانا محتاج اعرف اي قرار منهم هو الافضل. فبدات ادرس النتائج او الامباكت بتاع كل قرار. فلقيت ان في حاله ان انا اجيب نيو ماشين وهيطلع عندي او احتمالات ان يكون عندي products of good quality هي 80%، وفي حالة ان انا يكون عندي products of bad quality هي 20%. طيب في حالة ان انا حالة ال bad quality ال revenues هي 15,000، وفي حالة ال good quality ال revenues هي 60,000. فانا عشان اقدر اعرف total موضوع دوت او total options دي او total الاحتمالات اللي عندي دي ايه، فانا بضرب هنا البروبابيلتي اللي هي 20% في العائد اللي هو 15%، بشوف هيديني نفس الكلام هنا 80% في العائد اللي هو 60%. لما اضرب 80% في 60% يطلع لي 48000. اذا انا كان عندي احتمال 80% ان انا يجي لي عائد 60%، وبالتالي العائد المتوقع نتيجه الاحتمال ده هيكون 48000. طيب ال 20% في ال 15000 هو العائد اللي ممكن يجي نتيجة الايه؟ ال 20% هو ال 3000 اللي هي ناتج 15000 في 20%. فأصبح عندي هنا 3000 وعندي هنا ايه؟ 48000. التوتال بتاعهم كام؟ 51000. 51000. طب تعالوا نعمل نفس الكلام ده في حالة الايه؟ الاكزيستنج ماشين. أنا في حالة إن الاكزيستنج ماشين دي هتطلع لي كواليتي برودكت هيكون احتمالاتها 60% والعائد 40%. وفي حالتها طلعلي باد كواليتي برودكت هيبقى احتمالات 40% والعائد 10%. طيب نضرب الاحتمال في العائد والاحتمال في العائد، 60% في 40 ب 24 و40% في 10 ب 4000. فنيجي نجمع العائد من هنا والعائد من هنا، نلاقي ان هنا 24 و4000 28000. طيب انا عندي بقى دلوقتي ببتدي انتقل الى الليفل اللي قبله او البرانش. احنا كنا في برانشز وبنبتدي نعمل زي ايه؟ زي نوع من انواع الاجريجيشن او التجميع. انا لو جبت نيو ماشين هتكلفني 20000 وهتدخل لي 51000، بينما لو عملت ابجريد للاكزيستنج ماشين هتكلفني 10000 وترجع لي 28000. طيب النت بعد الكلام ده كله ايه؟ هقول 51 ناقص 20 يديني 31، وهقول 28 ناقص 10 هيديني 18. اذا توتال العائد من القرار ده كله على بعضه كده 18000، وتوتال العائد من القرار ده كله على بعضه كده 31000 بعد كل حاجه. بالنظر كده ال 31000 كعائد احسن بالنسبه لي من ال 18000. اذا انا هروح مع القرار بتاع النيو ماشين، لان بغض النظر عن ارتفاع تكلفه القرار ولكن العائد منه هيبقى افضل. تمام؟ فدي حته ال expected monetary value analysis. تقدر تنفذ الكلام ده برضو في الاكزامبل دوت مع نفسك وتبقى ايه تبص عليه. طيب هنتكلم عن بلان ريسك ريسبونس. انا في بلان ريسك ريسبونس زي ما انا قلت لكم وفهمتكم قبل كده يا جماعه، ان المطلوب مني هنا اقعد اقول او اخطط الحاجه دي او الريسك ده انا هريسبوند ليه ازاي. البلان ريسك ريسبونسز از ذا بروسيس اوف ديفلوبينج اوبشنز سيلكتينج استراتيجيز اند اجريينج اون اكشنز تو ادريس اوفر اول بروجكت ريسك اكسبوجر از ويل از تو تريت انديفيديوال بروجكت ريسكس. فانا هنا يا جماعه بقعد احدد انا هعمل ايه في الانديفيديوال بروجكت ريسك اللي اسمه كذا، هعمل ايه في الاوفر اول بروجكت ريسك اللي اسمه كذا، ايه الاستجابه بتاعتي ناحيه كل واحد. خلي بالك ان انت هنا في بلان ريسك ريسبونس ستيل ما نفذتش اللي انت قلت عليه. انت كل اللي انت عملته ان انت قلت انا هستجيب للحاجه دي بالشكل ده.
خلي بالك ان كل البروسيسز اللي فاتت لحد البروسيس دي كلها في البلاننج. انت بتعمل كل ده في البلاننج، انت قعدت عملت ريسك مانجمنت بلان، وعملت ايدنتيفاي ريسكس، وعملت بعد كده كواليتاتيف ريسك اناليسيس وكوانتيتيف ريسك اناليسيس، ودلوقتي بتعمل بلان ريسك ريسبونس. كل ده في البلاننج. انت مش هتستنى ان الريسك يحصل عشان تروح تحط له ريسبونس، انت بتحط ريسبونس بشكل برو اكتيف عشان تبتدي تتعامل مع الريسك لما يحصل او قبل ما يحصل زي ما هنشوف. طيب فقال لك the key benefit of this process is that it identifies appropriate ways to address overall project risk or individual project risk. This process is also allocates resources and inserts activities. يعني انت النهارده لما تيجي بقى خلاص اكتشفت ريسك، ما انت هتحتاج تكلفه عشان تتعامل مع الريسك ده. على سبيل المثال لو احنا بناخد الاكزامبل البسيط بتاع المطر والاسمنت اللي موجود، فانت هتحتاج عشان تريسبوند مثلا باستراتيجي انك تغطي الاسمنت ده بالمشمع، يبقى في كوست هنا للمشمع انت هتحطه. تمام. طيب كمان في اكتيفيتي اسمها هات مشمع وفرش. الاكتيفيتي دي هتبتدي تدخل عندك في البروجكت اصلا بعد ما كنت انت مثلا يعني مخطط للاكتيفيتيز بتاعتك بتاعت المشروع نفسه. لا بقى في اكتيفيتيز هتنشا نتيجه الريسبونسز. This process is performed throughout the project. Plan risk response planning or risk response planning must be either appropriate to the severity of the risk. يعني الريسبونس اللي انت هتحطها تتناسب مع شدة الريسك، ما يبقاش ريسك بسيط وضعيف وتروح تعمل له avoidance وتحط كوست عالي جدا للموضوع. كوست effective in meeting the challenge. ده نفس اللي كنا بنقول عليه، ان في النهاية الكوست او الامباكت بتاع الحاجة او الريسك اللي هيحصل ده يكون اعلى من الريسبونس كوست. انا النهارده اروح ابني غرفه مخصوص للاسمنت تكلفني 100,000، والاسمنت كله لو باظ ساعتها كان هيبقى يخسرني 3,000 جنيه. ما هو برضو يعني ايه، لازم يبقى في حاجه بتميك سنس. طيب تايملي تو بي سكسسفول، مهم جدا انك تقول انك هتريسبوند امتى عشان يبقى الريسبونس هنا مناسبه. يعني مش ريسبونس وخلاص، لا دي ريسبونس تبقى متناسبه او في الوقت اللي يتناسب مع طبيعه الريسك. رياليستيك ويذن ذا بروجكت كونتكست. انت النهارده ما ينفعش مثلا تقول لي انا هروح عشان اتجنب حاجه فلانيه او اواجه الريسك الفلاني اروح ابني برنامج مخصوص للموضوع. فخليك رياليستيك، خليك بتحط ريسبونس تكون منطقيه وعقلانيه في ظل المشروع اللي انت يعني بيتناسب مع المشروع. مثلا لما تيجي انت تعمل عايز تبعت بعثه فضائيه لكوكب المريخ، ميك سنس ان انت تديفلوب ابلكيشن مخصوص لحاجه زي كده. بس لو ببساطه انت النهارده جاي عايز تعمل مشروع لتجميع مثلا تبرعات من بعض الناس لمده شهرين قبل رمضان، مش منطقي انك تقعد تقول والله اصل الداتا ممكن تفقد مني، فانا الريسبونس اللي هعملها ان انا هعمل ابلكيشن. ممكن يكون الموضوع هنا مش متناسب مع الموضوع، يعني ممكن اكسل فايل يخلي لك الدنيا خلاص، ما تبقاش اكسل فايل مع جوجل درايف خلاص الدنيا بقت في الامان، مفيش داتا هتضيع منك يعني. طيب اجريد ابون. طيب انا بتقولوا ايه يا جماعه؟ agreed upon by all parties involved. agreed upon by all يعني الريسبونس دي يبقى مقبوله ومتوافق عليها من كل الاطراف، ما يبقاش في حد مش شايف او حد شايف ان الريسبونس دي مش مناسبه. owned by a responsible person. يعني ما ينفعش تسيب الريسك من غير صاحب. الريسبونس ده مسؤوليه مين هيعمله؟ يعني مثلا يعني لو احنا افترضنا ان احنا بنتكلم على ان في مطر هيمطر، وان الريسبونس ما كانتش متعلقه بان انت بتجيب مشمع من قبل كده، لا ده انت هتقوم تدوس على زراير معينه تفرد لك المشمعات دي، فلازم يكون في شخص ريسبونسيف يعمل. تمام. ادي البروسيس عندي اهي. تشينج ريكويستس، ده عشان لو اي حاجه محتاجه تشينج. بروجكت مانجمنت بلان ابديت وبروجكت دوكيومنتس ابديتس.
وعندي هنا بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس اي اف او بي اي، والتولز هنا اكسبرت جادجمنت، داتا جاذرنج، ريفيوز، وانتربرسونال اللي هي فاسيليتيشن. وعندنا بقى الاستراتيجيز فور ثريتس، استراتيجيز فور اوبورتونيتيز، والكونتينجنت ريسبونس استراتيجيز، واستراتيجيز فور اوفر اول بروجكت ريسك. دي كلها هنشوفها. وفي عندنا طبعا الالترناتيفز اناليسيز اللي هو تحليل البدائل والخيارات، دي استخدمناها قبل كده. كوست بنفيت اناليسيز دي برضه استخدمناها قبل كده، وان يبقى دايما العائد من الحاجه اعلى من تكلفتها. وديسيجن ميكنج، وبنستخدم مالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيز دي استخدمناها قبل كده. تعالوا نشوف بقى الحاجات الجديده اللي هي من اول اربعه لحد سبعه. طيب استراتيجيز فور ثريت، احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان عندنا الريسك نوعين، يا اما يكون ثريت يا اوبورتونيتي، يا اما يكون نيجاتيف يا اما يكون ايه بوزيتيف. يا اما حاجه لو حصلت هتأفكت نيجاتيفلي على البروجكت اوبجكتيفز، يا اما حاجه لو حصلت هتأفكت بوزيتيفلي على البروجكت اوبجكتيف. تمام. طيب احنا بيكون عندنا استراتيجيز اكتر من استراتيجي للتعامل مع الريسكس اللي عندنا. تعالوا ناخد اول حاجه كده اسمها اسكليت. اسكليت دي دايما تستخدمها كمدير مشروع لما تحس ان الموضوع اوت اوف سكوب بالنسبه لك، او ان اكبر من قدراتك، او ان حد تاني اعلى منك المفروض يتدخل، وساعتها بتكون السينيور مانجمنت او التوب مانجمنت في الشركه. فقال لك when the project team or the project sponsor agree that a threat is outside the scope of project or that the proposed response would exceed the project manager's authority. يعني انت كمدير مشروع لك صلاحيات، طب انت اكتشفت ان الموضوع دوت او الريسك ده محتاج ان حد السponsor نفسه يتدخل، لانه هيروح يتكلم مع الوزير او الحكومه عشان يحط نوع من انواع الاستراتيجي المناسبه للنوع ده من الريسكات. فحضرتك لما بتكتشف او بتوصل او بتكون حاطط عامل ايدنتيفاي لريسك انت شفت ان هو اوت اوف سكوب بالنسبه لك، بتقوم عامل له سكيليشن للاعلى منك، سواء كان سبونسر او سينيور مانجمنت او توب مانجمنت. فانت الاستراتيجي اللي بتعملها هنا ايه؟ سكيليت، تصعيد، بتصعد الريسك ده لمن هو ايه؟ اعلى منك. طيب في عندنا ريسك تاني، في عندنا استراتيجي تانيه اسمها افويد. افويد ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا مش هدخل نفسي في فكره ان هو يحصل او ما يحصلش، انا عايزه ما يحصلش. انا عايزه ايه؟ عايزه ما يحصلش. طيب ايه هو الريسك مثلا؟ فاكرين لما كنا بنقول ان انا مثلا عندي احتمال ان الداتا دي تفقد، فوالله انا جبت بدل ايه، انا كنت معايا هارد ديسك كده عليه داتا كتيره جدا مثلا بتاع 200 جيجا، وانا كنت خايف انها تفقد، فرحت عامل ايه؟ فرحت جايب هارد تاني ونقلت فيه الداتا، بحيث ان الداتا دي لما تفقد الاقي نسخه تانيه. طب هل انت كده عملت افويد للريسك؟ لا. طب ليه لا؟ لان انا ممكن الهارد التاني برضو يتصاب، ممكن المكانين اللي فيهم الهارد يحصل فيهم حريقه والاتنين يروحوا. طيب عشان تافويد ان الداتا تروح خالص، فانت قررت انك ترفع الداتا ديت على اونلاين درايف، وتعمل باك اب ليها على اونلاين درايف تاني، وان السيرفيس دي انت واخد عليها جرانتي عالي جدا، فانت بتحاول تافويد ان الريسك ده يحصل تماما، ما يبقاش فيه اي حاجه. حلو. فهي دي فكره الافويد، انك اصلا ان الريسك ما يحصلش، ان الحاجه اصلا ما تحصلش. يعني انت النهارده كتير جدا بلاقي ناس بتقع في لخبطه ما بين استراتيجي اسمها ميتيجيت، هناخدها دلوقتي. طب خلينا ناخد ميتيجيت وبعدين نتكلم عليهم كلهم. في بقى اللي هي ترانسفير. ترانسفير انك بتنقل او بتحمل المسؤوليه لحد تاني، بتقول والله الريسك لو حصل مش انا اللي هشيل المسؤوليه. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان مثلا يكون عندك حاجه فيها ريسك في المشروع، فانت بتجيب حد او سورس يعملها وهو يشيل الريسك بتاعها. او شركه مثلا انت دلوقتي عندك في احتمالات اصابات للناس، فبدل ما تتحمل انت الحاجه دي، فبتجيب شركه تامين تامن بيها على الناس دي، بحيث ان لو حصل حاجه شركه التامين هي اللي مطلوب ان هي تدفع. فانت النهارده ما بتقولش ان الريسك ما يحصلش، لا هو هيحصل، بس لما يحصل انا مش انا اللي هتحمل النتيجه، انا من دلوقتي علقت الجرس في رقبه واحد كده. تمام. طيب نيجي لميتيجيت. ميتيجيت انا هنا بخفف اثر الريسك لما يحصل، او بخفف احتماليه ان هو اصلا يحصل، لكن مش بقضي عليها تماما. انا هنا ما بلغيش الاحتماليه بتاعه ان الريسك هنا هيحصل، لا انا بعمل ايه؟
انا بخفف. انا مثلا عندي ريسك ان انا وانا ماشي على الطريق فرده من العربيه تضرب، تمام؟ طيب في حاله ان ده حصل، ايه هي الامباكت؟ الامباكت ان انا هتاخر على ميعادي. ليه؟ لان انا والله ممكن ما اعرفش ان انا يعني ايه امشي تاني بالفرده اللي ضربت بالشكل ده وانا في منطقه صحراويه. طيب ايه الحل؟ الحل ان حضرتك تحط معاك فرده استبن. طيب لما احط معايا فرده استبن او احتياطيه، ايه اللي هيحصل؟ ان انا لما ده يعني ده ما خلاش ان الفرده ما تضربش، ده ما خلاش ان الاطار او التاير ما ينفجرش او ما يحصلوش حاجه. لا، هو هينفجر عادي، بس لما هينفجر هقدر في خلال ساعه احط التاني واقدر اتحرك وامشي. طب كده بدل ما كنت ما هتوصلش خالص وهو ده الريسك بتاعنا، لا بقيت هتوصل بس متاخر شويه. فانت هنا عملت ميتيجيت للبروبابيلتي، مش بروبابيلتي، ميتيجيت للامباكت مش للبروبابيلتي، تمام؟ طيب ازاي اعمل ميتيجيت للبروبابيلتي؟ ان انا قبل ما امشي اراجع على التايرز كلها واطمن، ولو فيها اي حاجه تتعالج فانا هنا بقلل البروبابيلتي ان هي تحصل، بخلي احتماليه الحاجه تحصل قليله، تمام؟ فانت دايما بتشتغل يا اما على الاكيورنس لوحده او على الامباكت لوحده او على الاثنين مع بعض عشان تقلل الاحتماليه او الاثر لو الحاجه حصلت. طيب اكسبت، انت هنا بتعمل نو اكشن، ما بتاخدش اي اكشن. انت حضرتك بتقول والله في حاله ان الحاجه دي تحصل ساعتها نبتدي نريسبوند ليها او ايا كان محتمله. زي مثلا ايه؟ زي والله انت مثلا رايح ميعاد والله خايف توصل متاخر، فانت ما عملتش اي حاجه عشان توصلش متاخر، وانت شايف ان نتيجه التاخير ساعتها محتمله، يعني الناس دول يعني انت اهم واحد فيهم فهم هينتظروك. فانا والله ما خدتش اي اكشن عشان متاخرش، انا بعمل الحاجات العاديه جدا وخلاص، انا هاكسبت الريسك ده، تمام؟ فهي دي فكره الاكسبتنس، ان انا باكسبت ان الريسك ده يحصل. فانا عندي هنا ايه يا جماعه؟ اسكليت وافويد وترانسفير وميتيجيت واكسبت. وزي ما قلت لكم الناس احيانا بتتلخبط ما بين ميتيجيت وافويد، نتيجه ان هو مثلا يعتقد ان وجود باك اب او سبير تاير موجود معاه في العربيه ان هو كده عمل افويد. لا، ما عملش افويد، لان الريسك هنا ان انت تتاخر او ان انت ما توصلش. فكون ان انت خليت ما توصلش دي بقت تاخير ساعه، فانت هنا عملت ميتيجيشن للريسك ايه اللي موجود عندك عن طريق انك عملت ميتيجيشن للامباكت مش للاكيورنس. طيب نيجي بقى للاستراتيجيز فور اوبورتونيتيز او الحاجات البوزيتيف، هنلاقي ان تقريبا هم بس باشكال مختلفه. طيب اسكليت، هي اسكليت هنا يا جماعه ايه؟ يعني مثلا ممكن يكون ايه الحاجه البوزيتيف اللي انا تكون في ريسك؟ يعني مثلا يعني انا عرفت ان احنا لو خلصنا البروجكت ده بدري هيبقى فيه بونص، اذا انت العادي مفيش خسائر هتقع عليك لو خلصت البروجكت في ميعاده، ولكن لو خلصت البروجكت بدري هيبقى فيه بونص، اذا هنا في بينفيت هتتحقق لو احتمال معين حصل، الا وهو انك خلصت المشروع بدري. طيب تخلص المشروع بدري دوت احتمال مش اكيد، يعني مش مضمون. طب اعمل ايه؟ ابتدي اشتغل على الحاجات اللي ممكن تساعد ان المشروع يخلص بدري، تمام؟ اشتغل على الحاجات اللي ممكن تساعد ان المشروع يخلص بدري. طيب في عندي اكتر من استراتيجي. طبعا اسكليت ده حاجه مثلا ان انت شغال في مشروع وفي حته ارض ظهرت جنب المشروع، لو بقت موجوده معاك في المشروع دوت، يعني انت لسه هتحفر وبعدين شفت ان في حته ارض ظاهره ومعروضه للبيع، فانت شايف ان الموضوع هيفرق جدا في المشروع لو بقى عندنا حته الارض دي يخلينا نعمل جنينه، وهيساعد وهيدي كومبتيتيف ادفانتج جامده جدا للبروجكت. بس مش انت اللي بتشتري الاراضي، يعني انت مش ما عندكش كمدير مشروع سلطه انك تشتري الارض. فانت هنا بتعمل ايه؟ بتسكليت الريسك، بتقول يا جماعه في عندنا هنا اوبورتونيتي كويسه جدا ان احنا ممكن لو اشترينا الارض دي نقدر نعمل نضمها للارض بتاعت المشروع، وساعتها نقدر نخلي المشروع دوت يونيك ونقدر نخليه في كومبتيتيف ادفانتج عاليه جدا. وبالتالي انا بنصح او بقول لكم اتصرفوا في الريسك ده. فهنا التوب مانجمنت بتبتدي تقدر الامور وتبتدي تتصرف في الموضوع، بس حضرتك عملت ايه؟ صعدت الريسك في الموضوع.
طبعا هنا هتقولي طب يعني ظهور ارض جنبي ده ريسك؟ اه والله يا جماعه، ما احنا خلاص اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها بوزيتيف ريسك، وهو فايده ممكن تتحقق لو احتمال معين حصل، والنيجاتيف ريسك هو خساره ممكن تتحقق لو احتمال معين حصل. طيب اكسبلويت، عندي اكسبلويت وانهانس قريبين جدا من بعض، بيعادلوا هناك اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي هم ايه بقى؟ اللي هو ميتيجيت وافويد. مش انا قلت لكم ميتيجيت وافويد بيلخبطونا؟ نفس الكلام هنا، اكسبلويت وانهانس ممكن يلخبطونا. طب تعالوا ناخد انهانس. انهانس انت بتنكريز البروبابيلتي اند اور ذا بوزيتيف امباكت اوف ذا اوبورتونيتي، تمام؟ يعني انت هنا بتزود احتمال ان الحاجه دي تكسبها، لكن ما بتبقاش اكيد، انت بتزود احتمال ان انت تقدر تكسبها، او بتزود احتمال انها لما تحصل تبقى المكسب بتاعها كبير عليك. طيب الحته الاكزامبل اللي كنا بنقول عليها من شويه، ان في بونص هيحصل لو احنا خلصنا المشروع بدري، فانت هنا ممكن تعمل ايه؟ تاد مور ريسورسز تو فينيش ايرلي، يعني تحط موارد اكتر سواء كانت تولز او كان بشر في المشروع عشان تخلص بدري اكتر. طيب في حاله بقى ان انت عايز تاكسبلويت، يعني مش عايز الفرصه دي تفوت منك تحت اي حال من الاحوال، فانت هنا قررت تقوم بقى جايب مدير المشروع الفيرويد بتاعك اللي بيعرف يخلص لك الحاجه في ميعادها بالظبط، تمام؟ يقول لك 15 يوم يبقى 15 يوم، 5 شهور يبقى 5 شهور. فانت رحت assign the most professional project manager you have in your organization. لمين؟ للمشروع اللي انت بقيت شايف ان فيه فرصه، يعني المشروع دوت انت هتاخد فيه ريفينوس فور اكزامبل 120 مليون مثلا، بس قال لك لو انت خلصت، بدل ما تخلص في الوقت الفلاني، خلصت في الوقت الفلاني مثلا قبلها بشهرين، قبلها بخمس شهور، احنا هنزود 20 مليون على الموضوع. فانت عارف ان الراجل ده هيكلفك في المشروع كله 2 مليون، فرحت جايب الراجل ده وقلت له لا بص، انت تخلص المشروع ده في الوقت الفلاني، وانت عارف ان الراجل ده بروفيشنال وبيعرف ينجز الاهداف حسب ما هو اتقال، فانت هنا بتاكسبلويت الايه الاوبورتيونيتي. طيب في شير، انت هنا بتشارك حد تاني معاك في الموضوع عشان تعرف تخلي الفرصه او الحاجه الايجابيه دي بدل ما كانتش هتحصل خالص، لا تحصل لكم انتوا الاثنين، نقسمها على بعض زي ما احنا بنقول كده. ايه؟ انا هنحاول ناخد الاكزامبل بتاع ان ظهرت لنا ارض جنب المشروع، بس الريسورسز الفاينانشال ريسورسز اللي موجوده في الشركه لا تكفي لشراء الارض دي. فالشركه راحت قررت انها تجيب حد تاني شريك يدخل معاها، وبقت هي والحد ده ملاك المشروع، واشتروا الارض دي وعززوا الفرصه وخلوا الفرصه تبقى موجوده، ولكن بمشاركه العائلات، تمام؟ اكسبت اللي هي willing to take advantage of opportunity if it comes. انا ما هعملش اي حاجه، انا هقعد انتظر، او انا يعني ما هاخدش اي اكشن، هشوف لو خلصنا المشروع فعلا قبل ميعاده بشهر هناخد البنفيت، لكن انت هتقول لي انت هتعمل ايه؟ انا I will take no action، تمام؟ I will take no action. ودي كانت الاستراتيجيز بتاعت الاوبورتونيتيز. نيجي بقى للاستراتيجيز بتاعت الاوفر اول بروجكت ريسك، هنلاقي ان هم ميكس ما بين الاستراتيجيز اللي عدوا علينا من شويه. في افويد وفي اكسبلويت وفي اكسبت. افويد واكسبلويت واكسبت. طبعا انا عندي هنا اوفر اول بروجكت ريسك برضه في منه نوعين، في منه نيجاتيف وفي منه ايه؟ بوزيتيف. الافويد دي للنيجاتيف اوفر اول بروجكت ريسك، والاكسبلويت هي للبوزيتيف اوفر اول بروجكت ريسك، واكسبت هي للبوزيتيف والنيجاتيف اوفر اول بروجكت ريسك. نيجي بقى للترانسفير وشير. عندي ترانسفير دي في حاله النيجاتيف اوفر اول بروجكت ريسك، وشير في حاله البوزيتيف اوفر اول بروجكت ريسك، وميتيجيت وانهانس ذا سيم. ميتيجيت في حاله النيجاتيف اوفر اول بروجكت ريسك، وانهانس في حاله النيجاتيف بوزيتيف اوفر اول بروجكت ريسك. عندي يا جماعه كمان ريسك ريسبونس بلاننج، اللي هي الاب بقى، الحاجات اللي عندي في الاب. في عندي ريزيدوال ريسك. ريزيدوال ريسك ده الريسكات اللي بتتبقى بعد تطبيق الريسكس استراتيجيز اللي عندي، سواء كانت افويدنس ترانسفير ميتيجيشن او الناحيه الثانيه زي ما هي، يعني من الاخر الريسكات اللي انا باكسبت عليها او اللي انا بقول ان انا هاكسبتها. قال لك this also includes minor risks that have been accepted. دي الريزيدوال ريسك.
في secondary risk. secondary risk دي الريسكات اللي بتنشأ نتيجة تطبيق الريسبونسز اللي انت خططت لها. الريسكات اللي بتنشأ نتيجة، يعني انت دلوقتي رحت حطيت ريسبونس لريسك معين ورحت طبقتها، بس لما طبقتها ده ظهر عندك ريسك جديد. يعني مثلا انت كنت شايف او شايف مثلا انت في عندك العمال بيشتغلوا، ففي هازرد او في خطر معين عليهم نتيجه ان هم بيشتغلوا، فرحت جبت بقى معدات امان ودنيا من دي عشان تقدر تامن الناس. فالمعدات دي فعلا كانت الريسبونس كويسه للريسك بتاع ان الناس حياتها في خطر، بس المعدات دي بقى عليها ريسك جديد، او بقت في انشات عندي ريسك جديد نتيجه ان هي ممكن تتعطل. فانا بدات اتعامل مع المعدات، مع الريسك بتاع ان المعدات هتتعطل او ما تتعطلش. ففي الحاله اللي زي دي بيبقى الريسك ده اسمه سكندري ريسك. الريسك ده بيبقى اسمه ايه؟ سكندري ريسك. طيب كونتينجنت ريسبونس ستراتيجيز، في عندي برضو حاجه اسمها كونتينجنت ريسبونس ستراتيجيز، ودي بتكون موجوده للسبيسيفيك اكسبتد ريسك. يعني انت بتبقى شايف ان والله الاكسبتد ريسك دوت لو حصل انا هعمل كده، بس بتبقى حاطط له كونتينجنسي بلان اللي هي كونتينجنسي ريسبونس استراتيجي. تمام، دي بتكون خاصه بالريسكات اللي انت عملت لها اكسبت، بس ازاي هتعامل معاها لما تحصل. في بقى حاجه كمان اسمها فول باك بلان. فول باك بلان دي اللي هي الريسبونس الباك اب بتاعت ريسبونس ثانيه. انت حاطط ريسبونس ان هي تتعامل بيها مع ريسك ما. خلي بالك لما انت بتيجي تقول افويد او بتيجي تقول ترانسفير، ما هو ده ما بيبقاش نهايه الموضوع. انت ترانسفير، طب ترانسفير لمين؟ ميتيجيت، طب ميتيجيت بايه؟ افويد، طب هتافويد ازاي؟ ففي النهايه انت ممكن تبقى حاطط ريسبونس والريسبونس دي تفيل في ان هي تعمل لك اللي انت عايزه. تمام، ففي الحاله اللي زي دي بيكون عندك بقى باك اب بلان اسمها فول باك بلان. دي بتبقى الباك اب بلان بعد ان البلان الاساسيه ما نفعتش. تمام، طيب دلوقتي هناخد بقى بريك، معلش عشان انا عارف ان احنا وصلنا للبريك. ونرجع كام كده يعتبر، نرجع الساعه 9:10 يا جماعه. كنا بنتكلم طبعا عن الريسك ريسبونسز، بلاننج للريسك ريسبونسز، ودخلنا وصلنا دلوقتي لل امبلمنت ريسك ريسبونسز. زي ما احنا قلنا من شوية كده، كنا بنقول ان احنا بناخد الموضوع كده، بنحاول نحط بافرز بين كل بروسس والتانية، بنحاول نحط بافرز بين كل بروسس والتانية. نفصل البلانينج عن الايدنتيفيكيشن، نفصل الايدنتيفيكيشن عن الاناليسز، نفصل الاناليسز عن ريسبونسيف بلان، نفصل الريسبونس بلاننج عن امبلمنتنج، ونفصل المونيتورنج عنهم كلهم. طيب الناس سمع الصوت كويس؟ عشان بس المهندس احمد كان بيقول الصوت منخفض، لو الصوت سامعينه كويس يا ريت تقولوا تكتبوا واحد. طيب باشمهندس سامح، هو المحاضره موجوده اوريدي مع المهندس احمد سمير، فانت ممكن تطلب منه رفعها. يعني انا بالفعل مسلمها له، سواء كانت الريسك او الستيك هولدرز اللي هنتكلم عليها بعد شويه. ممكن المهندس احمد حسام يطلبها من المهندس احمد سمير، يعمل ان شاء الله هتبقى على بكره. هو بس حصل بس مشكله عند باشمهندس احمد سمير، فهو ان شاء الله على بكره هتبقى موجود. طيب تمام، يعني الموضوع مع الباشمهندس احمد ماشي. طيب كده احنا بس عشان ايه نبقى الصوت تمام يا باشمهندس احمد، ممكن تعلي السبيكر عندك او تشوف الدنيا فيها ايه. خلاص طيب احنا كنا بنتكلم يا جماعه ان احنا بنفصل بين كل بروسيس والثانيه. احنا دلوقتي وصلنا الامبلمنت ريسك ريسبونسز، ان احنا بقى اللي احنا خططنا له هننفذه، اللي احنا خططنا له هننفذه. تمام طيب فبيقول لك ان a common problem with project risk management ان البروجكت تيم بياخد وقت ومجهود كبير جدا في انه ايدنتيفاي وانالايز الريسك، وكمان يديفلوب ريسك ريسبونسز. Then risk responses are agreed upon and documented in the risk register. تمام لحد كده الدنيا تمام. And the risk report كمان اوكي. But no action is taken to manage the risk.
يعني بنقعد نبلان ونايدنتيفاي ونانلايز وبندوكيمنت وبناخد اجريمنت على الريسك ريسبونس وكل حاجه، وبنعمل لها دوكيومنتيشن في الريسك ريجستر والريسك ريبورت، وما بناخدش اكشن. يعني دي كومن بروبلم اكتشفوها ان ده دايما بيحصل، فراحوا مزودين في الاصدار السادس. على فكره البروسيس دي ما كانتش موجوده في الاصدار الخامس، البروسيس دي من البروسيسز اللي زادت في الاصدار السادس. ليه؟ عشان الكومن بروبلم اللي قلنا لكم عليها دي. طيب only if if risk owners give the required level of effort to implement the agreed upon responses will the overall risk exposure of the project and individual threats and opportunities be managed proactively. تمام. نبص على البروسيس بتاعت امبلمنت ريسك ريسبونسز. في ايه في الاوتبوتس؟ في تشينج ريكويستس، بروجكت دوكيومنتس ابديتس، من ابديت الايشو لوج، من ابديت الليسنز ليرند ريجستر، من ابديت البروجكت تيم اساينمنتس، من ابديت ريسك ريجستر، من ابديت ريسك ريبورت. الانبوتس بروجكت مانجمنت بلان ريسك وبروجكت دوكيومنتس واو بي اي. التولز اللي عندي اللي هي الانفلونسنج والبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم واكسبرت جادجمنت، كلها حاجات يعني ما فيهاش حاجه معينه نشرحها. يعني في النهايه انت كل اللي مطلوب منك في البروسيس اللي فاتت دي، كل اللي قلت عليه انك هتعمله اعمله. تمام. طيب حد هيسالني يقول لي طب هو يعني البروسيس دي انا باجي بقى يعني في وقت معين كده اقول انا هامبلمنت ريسك ريسبونسز، مش شرط ان كل الريسك ريسبونسز تكون بتحصل في وقت واحد. يا جماعه انا مخطط لريسك بيحصل اصلا او محتمل انه يحصل في اول المشروع، فاكيد الريسك ريسبونس بتاعته هتبقى في اول المشروع. طيب ريسك ممكن يحصل في اكتر من وقت معين في المشروع، فانت بتبقى حاطط له ريسبونس من بدري عشان قبل ما يحصل في الاوقات دي كلها انت بتستجيب ليها. يعني مثلا يعني في ريسك ان الموظف يمشي او يغيب او يحصل له حادث فتفقده، فالتعامل مع الريسك ده بيكون ازاي؟ حسب الامباكت وحسب البروبابيليتي بتاعته. طب هو ممكن يحصل امتى؟ دي برضو بتدرس. يعني مثلا الريسك بتاع ان حضرتك لما تيجي تسلم تلاقي فيه مشاكل في التسليم، ده ريسك مش هيحصل غير في اخر المشروع، بس الريسبونس بتاعته مش هتبقى في اخر المشروع، الريسبونس بتاعته هتبقى في الاول ازاي تتجنب ان وقت التسليم ما تحصلش مشاكل. فبتبتدي تاخد كل الميجرز اللي تساعدك ان انت ما تقعش في المشاكل بتاعه التسليم. عندنا اخر بروسس عندي هي مونيتورنج ريسكس. مونيتورنج ريسكس هنا بقى انت دخلت خرجت من البلاننج ودخلت فين؟ انت في امبلمنت ريسكس باي ذا واي كنت في الاكسكيوشن، تيجي في مونيتور ريسك ده انت بتكون في المونيتور اند كنترول. مونيتورنج ريسك از ذا بروسيس اوف مونيتورنج ذا امبلمنتيشن اوف اجريد ابون ريسك ريسبونس بلانز، تراكينج ايدنتيفايد ريسكس، ايدنتيفاينج اند انالايزنج نيو ريسكس، اند ايفالويتنج ريسك بروسيس افكتيفنس ثرو اوت ذا بروجكت. فانت في مونيتور بتعمل شويه حاجات كتيره جدا. اول حاجه بتطمن على الامبلمنتيشن بتاع الاجريد ابون ريسك ريسبونس بلانز، وبتعمل تراكنج، بتعمل تتبع للايدنتيفايد ريسكس، هي حصلت ما حصلتش، راحت فين ووصلت لفين. ايدنتيفاينج اند انالايزنج نيو ريسكس، تمام، ايدنتيفاينج اند انالايزنج نيو ريسكس، لو في اي ريسكات جديده ظهرت بتبتدي تعمل لها ايدنتيفيكيشن واناليسيس، وفي الاخر بتيفالويت الريسك بروسيس افكتيفنس كلها. The key benefit of the process is that it enables project decisions to be based on current information about overall project risk exposure and individual risk project risk. انت من خلال البروسيس دي بتقدر تاخد decisions بناء على حقائق حاليه، بناء على معلومات حاليه. طيب بص يا جماعه، عشان يعني بجد والله الالرت اللي بيطلع لي ان في مسج في الشات ده بخاف ليكون الصوت قطع او حاجه، فلازم اروح ابص عليه.
فلو الرساله مش ضروريه بلاش تكتبوها، يعني لو الرساله مش عاجله ومش ضروريه قوي تجنبوا ان انتوا تكتبوا اي رسائل اثناء الشرح، تمام؟ لان هو فعلا بيعمل لي انتربشن. ما لم يكن في مشكله في الصوت او في حاجه ايرجنت حضرتك عايز تقول لي عليها، يا ريت ما تستخدمش الشات خالص اثناء الشرح. اتفقنا؟ طيب. This process is performed throughout the project. طيب. In order to ensure that the project team and the key stakeholder are aware of current level of risk exposure, project work should be continuously monitored for new, changing, and outdated individual project risks and for changes in the levels of project of overall project risk by applying the monitor risks process. طيب عشان تبقى الناس دايما aware بالcurrent level of risk exposure، تمام، سواء كان individual او overall project risk، فالمونيتور ريسك بروسيس دي تنفيذها هو اللي بيساعدك انك يكون عندك دايما current information عن الindividual project risk والoverall project risk. طيب المونيتور ريسك دي بتساعدك ان انت تعمل ايه؟ ب بتdetermine if implemented risk response are effective، هل الريسك ريسبونس اللي اتنفذت كانت effective فعلا؟ طيب level of overall project risk has it changed؟ هل الليفل بتاع ال overall project risk اتغير؟ طيب status of identified individual project risk has it changed؟ هل اي حاله من حالات، سوري، هل اي واحد من ال individual project risk حالته اتغيرت؟ هل في individual project risk جديد ظهر؟ هل ال risk management approach مناسب وقادر ان هو يعني يبقى تمام معايا؟ project assumptions are still valid، هل ال assumptions اللي انت حطيتها وبناء عليها بدأت تعمل ال analysis دي ما زالت valid؟ risk management policies and the procedure are being followed، هل ما يعني السياسات والإجراءات الخاصة بال risk management بيتم اتباعها بشكل صحيح؟ contingency reserves for cost or schedule requires modification، هل احتياطيات الطوارئ اللي انت حاططها في الكوست والسكادول محتاجه تتغير according للوضع اللي انت شفته في الريسك؟ هل الاستراتيجي بتاعت البروجكت محتاجه، هل ما زالت قائمه او ولا محتاجه اعاده نظر؟ تمام. طيب ايه اللي بيتم عندي؟ دايما بيكون عندي في النوع ده من البروسيسز ورك بيرفورمانس داتا في الانبوت، ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوت. فانا عندي هنا ورك بيرفورمانس انفورميشن، change requests, project management plan updates, و project document updates و OBA updates. عندي في ال inputs عندي project management plan, project documents و work performance data و work performance A reports، لان الريبورتس هنا بنحتاجها عشان نشوف من خلالها هل ال risk responses لما حصل لها implementation كانت فعالة ولا لا. طيب عندي هنا data analysis، في technical performance analysis و reserve analysis. technical performance انت بتتابع اداء ال performance بشكل كويس، تمام، تشوف ال performance بتاع المشروع المستوى الفني عامل ازاي، و reserve analysis تحليل الاحتياجات اللي احنا قلنا عليها من شويه برضو، و audits و meeting. لما نيجي نتكلم على ال audits اللي هو project risk response audits، قال لك ايه؟ قال لك an examination of the effectiveness of risk response plans and the performance of the risk owner. بتبتدي تشوف مدى فاعلية الـ response plan وفاعلية أو أداء الـ risk owner اللي احنا قلنا عليه اللي احنا بنassign لـ risk. may be conducted by a third party, the project risk officer or other qualified personnel. ممكن تجيب حد من بره، ممكن يبقى عن طريق الـ risk officer اللي هو الـ project أو أي حد qualified للـ process دي. طيب الـ project risk response audit process that gather relevant project data regarding work results including risk interviews, that review risk responses plans, that prepare a report of the finding and distribute to the project team. تمام؟ طيب في حاجه كمان اسمها work around plans يا جماعه، هي unplanned responses to emerging risks that were previously unidentified or unexpected. يعني ال response او الاستجابات اللي اتعملت بشكل غير مخطط لريسكات ما كناش قادرين نكتشفها، ريسكات ظهرت لنا واحنا ماشيين فاتعمل لها ريسك
كان غير مخطط. دي بنسميها work around plans. وكده احنا خلصنا الريسك. ناخد بس كده بريك كده 5 دقايق يا جماعه، وبعدين ندخل على الستيك هولدرز. تمام؟ اول ما هرجع يعني هكلمكم هبقى معاكم. ماشي باشمهندس احمد حسام، انت معانا؟ ايوه معاك يا باشمهندس. طيب احنا معانا كده 5 أو 10 دقايق بالكتير بس كده بريك، وهقوم راجع تاني ندخل على الستيك هولدرز. ممتاز. طيب كده تمام، هنبدأ خلاص بقى، محدش يبعت حاجة تاني على الشات، هنبعت ومحدش يكتب حاجة تاني على الشات. طيب بسم الله هنبتدي. ستيك هولدرز يا جماعة، عايزين نفهم يعني ايه ستيك هولدرز، عايزين نبقى فاهمين يعني ايه ستيك هولدرز. الستيك هولدر هو أي حد أو جهة ممكن أنت تأثر فيه أو هو يأثر عليك، أو هو يعتقد إن أنت هتأثر فيه. تمام؟ غض النظر التأثير ده إيجابي أو سلبي. تاني، هو أي جهة أو فرد قد يؤثر عليك أو يتأثر بيك أو يعتقد أنه يتأثر بيك سواء سلبا أو إيجابا. أهي an individual, group, or organization that may affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision, activity, or outcome of a project, program, or portfolio, positively or negatively. يعني هو أي جهة أو مجموعة أو أفراد ممكن يؤثروا أو يتأثروا أو يعتقدوا أنهم يتأثروا بقرار أو بمهمة أو بمخرج من مخرجات المشروع أو البرنامج أو الحافظة سواء كان إيجابا أو سلبا. يعني أنا مثلا بعمل مشروع في منطقة زراعية، والطريق اللي أنا بوصل منه للمشروع الأرض بتاعت المشروع ده طريق ضيق ولا يتسع للعربيات الكبيرة اللي هتنقل المعدات، وبشكل ما هضطر ان انا ادخل او المعدات دي تدوس في ارض بعض الناس او تعدي على ارض بعض الناس او تتلف بعض ارض او محصول بعض الناس. فهل انا كده بما ان الشخص ده او بما ان المالك بتاع الارض دي ما مش موجود معايا في المشروع، لا مالك ولا اي حاجه، ما يعتبرش ستيك هولدر؟ لا، ده هيتاثر باكتيفيتي اسمها نقل المعدات، وبالتالي انا لازم احطه عندي في الستيك هولدرز واشوف انا هتعامل معاه ازاي. هيحتاج مني كوميونيكيشن، هيحتاج مني تعويض، هيحتاج مني ان انا بس يعني بعد ما اخلص الدنيا دي ارجعها له زي ما كانت، يعني ايا كان. طيب كمان انا شغال في مشروع يعتبر قومي، مشروع قومي، اذا هل ممكن ان انا اتجاهل الراي العام والاعلام؟ لا، الراي العام والاعلام هنا لازم يعتبر ستيك هولدر. هتقول لي طب ما هو مش هو ده اللي هيستلم منك الراي العام، مش هو اللي هيستلم منك. بس هنا الراي العام والاعلام مهم جدا، لان حضرتك بتقوم بمشروع قومي، واذا الناس اللي هم الشعب ابدى عدم رضائه عن المشروع او كان مش شايف اي نتائج او مش شايف اي بروجرس بيحصل، ممكن يبتدي يكون راي عام ضد الايه، ضد المشروع، وهكذا. كل ده ممكن ان احنا نعتبره ستيك هولدر. كمان التيم اللي شغال معاك يعتبر ستيك هولدر، لانه بيتاثر بالقرارات حضرتك بتاخدها في المشروع، سواء كان بيضاف عليه جهود زياده، يشتغل وقت اكتر، هيترفض اي حاجه من الحاجات اللي حضرتك قررت تاخدها في المشروع. او نقول مثلا على سبيل المثال، هل مثلا مستشفى او مول تجاري بيتبني ممكن نقول ان احد مثلا متحدي الاعاقه يعتبر ستيك هولدر؟
ممكن نقول ان هو متحدث، ان احد متحدي الاعاقه ستيك هولدر، لانه مستخدم للمشروع ده بعد كده. يعني الراجل ده هيتاثر بالاوت كم بتاع المشروع، وبالتالي احنا لازم نراعيه من دلوقتي عن طريق ان احنا نخلي الديزاين بتاع الهوسبيتال او المول فريندلي بالنسبه له، عشان ما يجيش بعد كده يبقى المكان دوت مش فريندلي بالنسبه لمتحدي الاعاقه. وهكذا ستيك هولدرز هم اي اشخاص ستتاثر بشغلك او تتؤثر فيه. طب على الجانب الاخر تعال نشوف الحته بتاعت يؤثر بقى. هل ممكن مثلا الحمايه المدنيه تعتبر ستيك هولدر في مشروع بناء برج سكني او مول تجاري؟ لان الحمايه المدنيه ليها اشتراطات يجب ان يتم تحقيقها عشان هي ما توقفلكش الدنيا. اذا هي ممكن تؤثر عليك في حاله ان هي نوت ساتيسفايد. تمام. نفس الكلام ممكن نطلقه على بعض المشروعات اللي بيتم تمويلها عن طريق قروض من البنوك. البنك هنا بيبقى فارض بعض الامور وحاطط بعض الشروط وبيطلب بعض التقارير. في حاله عدم تقديم التقارير دي في مواعيدها وبالشكل المناسب، انت هنا هتاخد غضب البنك. يعني البنك هيبقى ما بيكملش التمويل وهيأثر على المشروع. كل دي تعتبر امثله للستيك هولدرز. طيب انت كده قلت لنا يا باشمهندس بتاع افكت وافكتد باي، امال ايه بقى بريسيف اتسلف تو بي افكتد باي؟ ان هو يعتقد انها تأثر. طب وانا هبقى قاعد بقى شغلتي ان انا اخلي بالي من الناس اللي ممكن تعتقد او تتهيأ لها انها هتتأثر بالمشروع، هو دي شغلتي؟ هقول لك خاصة إذا كان الموضوع مهم أو مؤثر أو حيوي. فببساطة شديدة جدا إحنا لو جينا نبص كده على مثلا مشروع تركيب برج محمول، شبكة محمول فوق برج سكني، برغم من إن مفيش أضرار أو ممكن يكون فيه ما يفيد بأن مفيش أي أضرار صحية هتقع على سكان البرج اللي احنا هنحط عليه البرج بتاع المحمول، سكان المبنى اللي هنحط عليه البرج بتاع المحمول وما حوله، لكن مجرد اعتقاد الناس بأن حاجة زي كده ممكن تضرهم، ده ممكن يعمل لي عرقلة، بل وممكن يلغي لي المشروع من أساسه. لأن اعتقاد الناس بأن الموضوع دوت مضر كافي لان هم يخليهم يبتدوا يبقوا ريزيستنت للبروجكت ويبتدوا يشكلوا عوائق للمشروع، وده هيؤثر على البرفورمانس وممكن يؤثر على الاوتكم كمان من المشروع. فكل اللي احنا قلناه دلوقتي ما هو الا اكزامبلز للستيك هولدرز في البروجكت. ده مهم جدا انك تبقى فاهم يعني ايه ستيك هولدرز، لان قدرتك على انك تايدنتيفاي الستيك هولدر بتعتمد على مدى فهمك لمعنى ستيك هولدرز. واحنا طبعا استخدمنا ستيك هولدرز دي كتير واحنا شغالين في كل النولج ارياز، بس ما كناش بنفهمها وبناخد عليها اكزامبلز بالوضوح ده. وبالتالي يفترض ان حضرتك بعد ما فهمت الكلام ده بقيت مستوعب لمعنى ستيك هولدر، وبقيت مستوعب لفكره ان 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 مهم قوي ان انا ايدنتيفاي. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم عنها فكره البوزيتيف امباكت او نيجاتيف امباكت. انت ممكن حد معين لو بقى شايف البرفورمانس بتاع المشروع يساعد من ان المشروع دوت ياخد سبورت كويس، اذا ده بوزيتيف امباكت اهو ممكن يحصل لك. فانت بتبقى بتحدد مين ستيك هولدرز، بتحدد ايه الامباكتس بتاعتهم على المشروع، وبناء على الكلام ده بتبتدي تحط ريسبونس او تحط انجيجمنت استراتيجي مناسبه للتعامل مع كل ستيك هولدر. طيب زي ما احنا شايفين كل دول اكزامبلز لفكره الستيك هولدر، كل دول اكزامبلز لفكره ايه يا جماعه الستيك هولدر. عندنا توب مانجمنت، عندنا سبلايرز، انجيجمنت مانجر، ليجل، بروجكت اشورنس، سيستم اركيتكت، finance، project team، purchasing. انا لما بقول الحاجات دي هنا مش معناها ان هم دول بقى الستيك هولدرز اللي في اي مشروع، لا، دي مجرد examples. حضرتك بتايدنتيفاي الستيك هولدرز بتوعك في المشروع بتاعك بالشكل اللي انت شايفه قدامك.
تمام. طيب اول حاجه بنتكلم عليها هي البروجكت ستيك هولدرز مانجمنت بتنكلود ايه يا جماعه وايه البروسيسز اللي موجوده. اول حاجه تو ايدنتيفاي ذا بيبل جروبس اور اورجانيزيشنز ذات كود امباكت اور بي امباكتد باي ذا بروجكت. اول حاجه يا جماعه ايدنتيفاي. تاني حاجه انالايز ستيك هولدرز اكسبكتيشنز اند ذير امباكت اون ذا بروجكت. ايه هي بقى توقعات كل ستيك هولدرز وبالتالي ايه هو الامباكت بتاع كل ستيك هولدر على المشروع. ثالث حاجه بعد ما عرفت الاكسبكتيشنز وعرفت الامباكت تبتدي بناء على الكلام ده تحط ابروبريت انجيجمنت استراتيجي، يعني تحط خطه اشراك او ارتباط مناسبه لكل ستيك هولدر. يعني مثلا الستيك هولدر ده حد من الاونرز، فانا ده هدخله في القرارات المهمه كلها، يعني ما هخليش قرار مهم يتعمل بدون هو ما يشارك في صنعه. بينما عندي مثلا ستيك هولدر تاني اسمه الاعلام، فانا كل شويه هعمل مؤتمر صحفي واعمل اقول للناس ايه التقدم اللي تم في المشروع، او انزل فيديو تسجيلي يقول ايه اللي حصل، او هعلن على ويب سايت الكلام ده، او هنزل في كورنان. طيب في حاجه تانيه مثلا فريق العمل في المشروع، فريق العمل في المشروع محتاج يطمن ان مثلا هم عندهم شك او من خلال تجارب سابقه عندهم شك في تاخير الرواتب، فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اطمنهم بالفعل وبالكلام ان الرواتب بتاعتهم بتنزل وهتنزل في مواعيدها، عن طريق ان كل يوم واحد كل واحد يلاقي الراتب بتاعه في ميعاده، وان انا اكوميونيكيت مع الناس واقول لهم يا جماعه التاخير اللي كان بيحصل قبل كده ده مش هيحصل تاني. تمام؟ طيب قال لك the ability of the project manager to correctly identify and manage these stakeholders in an appropriate manner can mean the difference between success and failure. يعني قدرتك انك تقدر تقوم بالبروسيس اللي احنا البروسيس اللي احنا قلنا عليها دي بشكل صحيح ممكن يعني الفرق ما بين النجاح والفشل. تمام؟ طيب عشان تزود فرص النجاح The process of stakeholder and identification and the engagement should commence as soon as possible after the project charter has been approved. The project manager has been assigned and the team begins to form. طيب بيقول لك عشان عملية الـ identification والـ engagement دي تبقى ناجحة أو تزود الفرص النجاح في المشروع محتاج تقوم بيها once إن البروجكت اتولد. البروجكت بيتولد عن طريق البروجكت charter. اول ما البروجكت شارتر ده يبقى ابروفد او يبقى سايند او يبقى خلاص تم اعتماده لازم ساعتها تقوم عامل ايدنتيفاي ستيك هولدرز، لان انت ممكن لو بدات في المشروع ونسيت احد الستيك هولدرز وبعدين اكتشفته في مرحله لاحقه فهتيجي بعد كده تقول له على حاجه يقول لك امال كنت فين ده كله ما قلتليش ليه؟ طب انا ليه ما كنتش ابديتد من الاول؟ طب انا انت النهارده بتبقى محتاج تعرف على سبيل المثال مثلا الإدارة المالية واحتياجاتك منك، محتاج تعرف الأونرز، محتاج تعرف مين الاسبونسور، محتاج تعرف اليوزرز، محتاج تعرف الناس دي بسرعة جدا وبدري جدا عشان تقدر تحط استراتيجيز وانجيجمنت استراتيجيز مناسبة للتعامل معهم. يبقى إذن to increase the chances of success أنت محتاج تبدأ عملية الايدنتيفيكيشن بتاعة الستيك هولدرز once إن البروجكت مانجر assigned والبروجكت تشارتر ابروفد. تمام؟ طيب قال لك ذا كي تو افكتيف ستيك هولدر انجيجمنت، المفتاح مفتاح السر لان انت تعمل ستيك هولدر انجيجمنت بشكل افكتيف ان انت تركز على الكونتينوس كوميونيكيشن ويز اول ستيك هولدرز انكلودينج تيم ممبرز. دايما تكوميونيكيت مع الناس، دايما خلي الكوميونيكيشن كونتينوس ما تقطعش الاتصال. لما بتكون كوميونيكيتد مع الشخص او مع الجهه اللي حضرتك المفروض ان انت تعمل معاها انجيجمنت ده بيسهل عليك كل شيء. معظم اصلا الستيك هولدر انجيجمنت استراتيجي بتبقى كيب ابديتد، بتبقى كوميونيكيت، بتبقى مطلوب منك انك مثلا تروح تدي للتوب مانجمنت تقارير دوريه في موعدها، او تقول لهم على المشكله لما تحصل، او ببساطه ان انت تطلع دوريه او نشره دوريه تقول فيها اللي حصل، او انك تقول على الحاجه او المشكله او حتى الخطا
اللي انت وقعت فيه كمدير مشروع، بس تبقى انت اللي بتقول مش هم اللي بيكتشفوا، وتبقى انت بتقول في الوقت المناسب، مش انك انت تعمد تتاخر المعلومه او تخفيها. ف the key to effective stakeholder engagement is to focus on continuous communication. يعني انت في النهايه محتاج تركز دايما على الاتصال الدائم والمستمر مع كل الستيك هولدرز بما فيهم التيم ممبر. طبعا من اهم الادوار او من اهم المسؤوليات اللي بتقع على مدير المشروع ان هو دايما يبقى بيتكوميونيكيت مع التيم بتاعه. الانفصال ما بين ان مدير المشروع ما بيبقاش بيشوف ولا بيتكلم ولا بيتواصل مع فريق العمل، طبعا في المشروعات الكبيره مش مطلوب من مدير المشروع ان هو كل شويه يبقى موجود ويكلم الناس، بس في ناس تحتيه هو بيتكلم معاهم وبيأكد معاهم ان هم بيتكلموا مع اللي تحتيه. وهو كمدير مشروع او كقياده للمشروع مطلوب برضو من وقت لاخر ان هو يظهر قدام الناس ويحسوا بوجوده. ف تو كوميونيكيت مع التيم ده برضو مهم جدا. طيب بروجكت ستيك هولدر مانجمنت قال لك the activities of identification, prioritization and the engagement should be reviewed and updated routinely or at the following times or at least at the following times. يعني ان عمليه الايدنتيفيكيشن والبرايوريتيزيشن والانجيجمنت اللي هو التعرف على الستيك هولدر وتحديد الاولويات وتحديد استراتيجيات الاشراك او الارتباط مع الستيك هولدرز المفروض انها تتراجع كل ما ايه يحصل. قال لك كل ما البروجكت يموفز من different phase ل different phase جوه اللايف سايكل، من one phase to another phase جوه اللايف سايكل. ايه تاني؟ قال لك لو current stakeholder are no longer involved in the work of the project or new stakeholders become members of the project stakeholder community. يعني لو في stakeholder خرج من الدائرة بتاعت الستيكهولدرز، او لو في stakeholder جديد دخل لدائرة الايه الستيكهولدرز. طيب او في اي تغيير ملحوظ او ذو قيمه او يعني تغيير مهم حصل في الاورجنايزيشن بتاعه البروجكت او في الستيك هولدر كوميونتي ان جنرال، هم مجموعه الستيك هولدرز بتاعه المشروع. مثلا شركه كانت شغاله والشركه دي عندها مجموعه من المشروعات، وبعدين حصل استحواذ من شركه تانية على الشركه دي، فاصبح ان الستيك هولدرز هنا محتاجين يتراجعوا لان كده في تغيير في كذا حاجه في الشركه، ان الموضوع بقى مختلف، مدير المالي اختلف، ناس كتير اختلف. تمام، فدي جزئيه خاصه بامتى نراجع الستيك هولدرز او نقوم بعمليه الايدنتيفيكيشن والبرايتريزيشن والانجيجمنت. دي الاربعه بروسيس اللي موجودين عندي في الستيك هولدرز: ايدنتيفاي ستيك هولدرز، بلان ستيك هولدرز انجيجمنت، و manage stakeholders engagement, we monitor stakeholders engagement. تمام، يعني اول حاجه بن ايدنتيفاي، بعدين بلان، مانج، مونيتور. لو لاحظتوا ان كل النولج ارياز اللي عدينا عليها كنا دايما اول حاجه بنعملها بلان، ما عدا النولج اريا دي تحديدا اول حاجه بتتعمل فيها قبل البلان هي ايدنتيفاي. هي والانتجريشن الوحيدين اللي بيسبق البلان فيهم بروسيسز تانية. دي بيسبق البلان فيها ايدنتيفاي ستيك هولدرز، والانتجريشن بيسبق البلان فيها ديفلوب بروجكت تشارتر، لان هم دول فعلا اول حاجتين لازم يتعملوا في المشروع، انك تعمل التشارتر، وتاني حاجه انك تايدنتيفاي الستيك هولدرز. دول اول اثنين بروسيس بيتنفذوا في المشروع. فعلى عكس كل البروسيس اللي عندنا اللي بتبدا دايما بلان 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 بلان، لا، هنا في ستيك هولدرز قبل البلاننج بايدنتيفاي، لازم اعرفهم الاول وبعدين اعمل بلاننج والمانجنج ستيك هولدرز انجيجمنت. تمام، طيب زي ما احنا شايفين كده، ادي ايدنتيفاي ستيك هولدرز، هم الاثنين ايدنتيفاي وديفلوب بروجكت تشارتر هم الوحيدين الموجودين في الانيشيتنج. فيما عدا ذلك بقى بلان ستيك هولدر انجيجمنت في البلاننج، مانج ستيك هولدر انجيجمنت في الاكسكيوتنج، وي مونيتور ستيك هولدرز انجيجمنت موجوده في المونيتورنج اند كنترول. وباي ذا واي احنا تقريبا يا جماعه خلصنا كل البروسيسز اللي قدامكم في الماتريكس دي باستثناء البروكيورمنت والانتجريشن.
ان شاء الله المحاضره اللي جايه تكون بروكيورمنت واللي بعدها انتجريشن. وبالمناسبه برضو يوم الثلاث ان شاء الله اللي جاي مفيش محاضره، المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتكون يوم السبت اللي جاي، المحاضره الجايه هتكون يوم السبت اللي جاي خلاص. فاحنا فاضل لنا دلوقتي بروكيورمنت وفاضل لنا انتجريشن. ان شاء الله المحاضره اللي جايه بروكيورمنت واللي بعدها انتجريشن. احنا خلصنا كل ده، خلصنا سكوب وسكادول وكوست وكواليتي وريسورسز وكوميونيكيشن وريسك، ودلوقتي بناخد في الستيك هولدرز وهنخلصها، وهيبقى بقى لنا بروكيورمنت وانتجريشن. طيب نيجي الاول بروسيس ايدنتيفاي ستيك هولدرز. زي ما كنت بايدنتيفاي ريسك، يعني بتعرف على الريسكات، بحاول امسك الريسكات اعرفها احددها احط ايدي عليها، هنا نفس الفكره ايدنتيفاي ستيك هولدرز، ان انت هنا حط ايدك على كل الستيك هولدرز المحتملين الموجودين عند حضرتك. قال لك is the process of identifying project stakeholders regularly analyzing and documenting relevant information regarding their interests, involvement, interdependencies, influence and the potential impact on project success. دي كلها attributes حضرتك بتبقى عايز تعرفها وتدرسها، اللي هي the interests والinvolvement والinterdependencies والinfluence وpotential impact on project success. تشوف potential impact on project success. طيب the key benefit of this process is that it enables the project team to identify the appropriate focus for engagement for each stakeholder or group of stakeholders. انت بتبتدي من خلال البروسيس دي تمكن فريق المشروع من ان هو يقدر يحدد ايه هو او يفوكس على engagement لكل stakeholder بما يتناسب معه. This process is performed periodically throughout the project. يعني انت مش بتنفذها على طول خلال المشروع، لا، انت بتنفذها بشكل دوري as needed خلال المشروع. تمام؟ يعني انت مش بتعمل مرة واحدة، لا، هي يعني ممكن تعمل كذا مرة، بس مش بتبقى بشكل continuous، بتبقى upon need بناء على الاحتياج. طيب this process frequently occurs for the first time in the project in a project either prior to or at the same time the project charter is developed and approved. ايه ده يعني؟ ممكن كمان تبقى سابقه للبروجكت تشارتر؟ اه، لان زي ما قلت لك احيانا بيكون جزء من انك تعرف تعمل بروجكت تشارتر كويس انك تبقى محدد مين الستيك هولدرز اللي هتقدر من خلالهم تديفلوب الرايت بروجكت او البيرفكت، مش البيرفكت ولا الرايت، يعني البروجكت تشارتر الملائم للمشروع. تمام؟ طيب it is repeated as necessary but should be performed at the start of each phase and when a significant change in the project or the organization occurs. يعني بنكرر ده كل ما نحتاجه او مع كل بدايه فيز او لما يحصل تغيير ملحوظ او تغيير ذو اهميه في الاورجنايزيشن. طيب زي ما نيجي نشوف كده مع بعض الستيك هولدرز ريجستر، ده المين اوتبوت، هو الريجستر بتاع الستيك هولدر. طيب وايه تاني؟ تشينج ريكويستس، لو في اي حاجه تطلبت التغيير، و بنعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان، وبنعمل ابديت في البروجكت دوكيومنتس. طيب ايه اللي موجود عندي في الانبوتس؟ عندي هنا الشارت، خلي بالك هيبقى معانا هنا مجموعه من الانبوتس ما كانتش يعني بتتكرر معايا كتير، بس لان طبيعه البروسيس دي انت عايز توصل لكل ستيك هولدر، ممكن تلاقي كده نقطه او تلاقي كده تفصيله صغيره في سطر معين في اي دوكيمنت يوصلك للستيك هولدر او يخليك تحط ايدك على ستيك هولدر معين. طيب بروجكت تشارتر بزنس دوكيومنتس اللي هي فيها بزنس كيس والبنفيتس مانجمنت بلان، بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس. هتقول لي طيب يا باشمهندس معلش حضرتك قلت دلوقتي ان البروسيس دي بتتنفذ اول حاجه، هجيب منين بروجكت مانجمنت بلان؟ هقول لك رقم واحد، انت ممكن يكون عندك بروجكت مانجمنت بلان عباره عن اربع خمس صفوف ورق، ده ممكن. ولو ما عندكش احنا قلنا ان البروسيس دي كل شويه بتتعاد، معنى كده ان انت في بعد كده المرات اللي هتيجي تعيد فيها هتكون عملت اصلا بروجكت مانجمنت بلان، وكل مره بيبقى عندك منها فيرجن انت بتستعين بيه كانبوت معاك في البروسيس. طيب البروجكت دوكيومنتس بما فيها كلها البروجكت دوكيومنتس اللي عندي، اجريمنتس اللي هي كل الاتفاقيات اي اف واو بي اي.
expert judgment للtools data gathering. في data gathering بنستخدم الكوستيونير او السيرفيز، انت تعمل كوستيونير او سيرفيز مع بعض الجهات عشان تقدر توصل للستيك هولدرز اكتر. ليه تعمل ستيك هولدرز اناليسيس وهنشوفها دلوقتي، وبتعمل اناليسيس للدوكيومنتس اللي موجوده زي ما قلت لك، ممكن تطلع بتفصيله من تفصيله صغيره تطلع ايه ستيك هولدر جدا. وديتا ريبريزنتيشن اللي هو ستيك هولدرز مابينج او ريبريزنتيشن وده هنشوفه، وميتنج. تمام. طيب نيجي عند اول حاجه، ايه هو الستيك هولدرز اناليسيس؟ انت تعمل تحليل لكل الستيك هولدرز المحتملين عنده، يعني اي ستيك هولدرز محتمل حضرتك بتعمل له ايه؟ بتعمل له اناليسيس عشان توصل ليه شويه كاركترستكس خاصه بيه. طيب اول حاجه قال لك هم 3 ستيبس. اول ستيب identify all potential stakeholders and relevant information، بتطلع الستيكولدرز المحتملين وبتشوف relevant information زي الرولز، الديبارتمنت، الانترست، knowledge level، الاكسبكتيشنز، influence level وهكذا. identify potential impact or support each stakeholder could generate، دي بقى تشوف هو كل واحد منهم ينفع يأثر عليك ازاي، ايه التأثير المحتمل لكل واحد منهم على المشروع. بعدين assess how key stakeholders are likely to react or respond to various situations، ابتدي بقى اعمل تقييم كيف يمكن ان يكون رد فعل كل stakeholder ناحية بعض المواقف المختلفة. طيب الستيكس، خلي بالك كلمة stakeholders يا جماعة ترجمتها احيانا يعني ترجمتها بتبقى المعنيين او اصحاب المصالح، فلو اعتبرنا ان هي stakeholders اصحاب المصالح يبقى stake دي اللي هي المصلحة، او ايه هي عنصر الربط او الحاجة اللي ممكن تكون بتربط او خلت الشخص ده ستيك هولدر معانا. اول حاجة الانترست، a person or group can be affected by a decision related to the project or its outcomes، انه ممكن يكون بيتأثر باحد قرارات او مخرجات الايه المشروع. تاني حاجة الرايتس، الحقوق، انه ممكن يكون ليه حقوق معينة سواء كانت حقوق قانونية او غيره، فور اكزامبل مثلا زي جهات السلامه المهنيه وهكذا. جهات السلامه المهنيه كون ان هي الجهه المخوله للحفاظ على سلامه العاملين فهي بيكون ليها حقوق عليك. طيب اونرشيب، ان ممكن يكون شخص ما بيمتلك جزء من المشروع او جزء من الشركه او حصه من الشركه فده بيخليه ستيك هولدر معاك. طيب نوليدج، سبيشالست نوليدج، ان ممكن يكون حد عنده نوليدج معين انت لازم تحطه في الاعتبار لان الراجل دوت انت هتحتاجه كتير او انت هتتاثر بيه ايجابا. تمام. طيب distribution provisions of funds or other resources، حد بيقدم لك resources او بيقدم لك funds زي البنوك ان هي بتcontribute في البروجكت. طيب لما نيجي نشوف الجريد اللي قدامنا دي، دي كانت بتاعه الستيك هولدرز كلاسيفيكيشن. تمام. عندنا هنا الباور اللي هي السلطه، والانترست اللي هو الاهتمام او المصلحه في الموضوع. فبنبتدي نحط الباور على الفيرتيكال اكسس والانترست على الهورايزونتال اكسس، ونبتدي نقسم كل اكسس منهم لتو ليفلز، يعني نعتبر ان من هنا لحد هنا كده ده يعتبر الهاي انترست، ومن هنا لهنا لو انترست طبعا مع التدرج يعني، ونفس الكلام هنا كده من هنا لهنا low power ومن هنا لهنا high power. ونبتدي نكلاسيفاي الناس اللي عندنا according للمعلومات المتوفرة عنهم. وبالتالي لو انا افترضت ان انا الستيك هولدرز عندي هما الحروف اللي قدامي دي A B C D E F G H، فببتدي بناء على الحاجات او بناء على التقسيمة اللي قدامي هنا في السكوير اللي قدامي ده ابتدي احطهم. على سبيل المثال انا الستيك هولدر دي ده كان لو باور وافريج انترست فانا حطيته في الحته دي، جي كان يعتبر لو انترست بات افريج باور فحطيته في الحته دي. طيب هنا اي ده كان هاي باور وي افريج انترست فحطيته هنا، اف فور اكزامبل ده كان حد افريج power but high interest حطيته هنا وهكذا. طيب الحاجات اللي مكتوبة هنا دي بقى بيقول لك ان تعامل مع الستيك هولدرز اللي واقعين في السكوير ده بالاستراتيجي دي.
يعني الناس اللي هي low power low interest انت مونيتور، انت محتاج تبذل معاهم minimum effort، بينما الناس اللي موجودين في السكوير ده keep informed، لان الناس دي interested but ان هي ما عندهاش باور عالي قوي. الناس اللي هي موجوده هنا هي معاها باور عالي قوي بس ممكن ما تكونش interested او ما فيش interest عاليه، مثلا جهه رقابيه فهي تقدر توقف لك المشروع، بس هي مش فارقه معاها المشروع يتم ما يتمش، مفيش مصلحه معينه اكتر من عايزه شغلها يتم وخلاص. فالناس دي تكيب ساتسفايد. طيب ناس بقى كمان عندها هاي انترست، مصلحه مهمه جدا وكمان ليهم باور زي الاونرز مثلا، فدول مانج كلوزلي، يعني دي اعلى درجه من درجات الانجيجمنت، انك تبقى بتمانج الناس دي كلوزلي، بتمانجهم عن قرب، بتبتدي تشوف ايه تطلعاتهم ومتوقعاتهم وتحاول ترضيهم بكل شكل ممكن. تمام، هنا تحط السبونسر، تحط الايه الاونر، تحط التوب مانجمنت يعني. تمام، طيب اكزامبل للستيك هولدر ريجستر، هو زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، انت عندك هنا مثلا الاسم، هنا الرول، هنا الاورجانيزيشن، التايتل، كونتاكت انفو وهكذا. بتبتدي تحط كل الاتريبيوتس اللي ممكن تكون موجوده عندك عن كل ستيك هولدر، وتبتدي تفل الكلام ده زي امجد وزي عمر، بتفل الكلام ده. بيبقى عندك طبعا من ضمن الحاجات النيتيف لانجوج، هتشوف هتكلمه ازاي، الاذر لانجوج لو في لغه ثانيه، الريكويرمنتس ايه، متطلباته من المشروع ده، عايز ماركتنج ريبورت وده عايز بزنس انفو، اكسبكتيشنز بيتوقع الحاجات دي بشكل ايه، بيتوقعها ويكلي وتبقى ايميل وبشكل بريف، وهنا بيعوز بيرسونال نوتيفيكيشن تكلمه بشكل شخصي، بوتنشال انفلونس هاي وهنا اكستريملي هاي، phases interested in execution and closure هنا execution only، classification هنا ده internal و supporter وده internal و neutral، ده تصنيفه على ال grades او على الكاتيجوريز بتاعت ال stakeholders. طيب ندخل في تاني process عندي اللي هي plan stakeholder engagement. بلان ستيك هولدر انجيجمنت، انت هنا بقى هتبتدي تقول انا هعمل ايه مع الستيك هولدر اللي انا اكتشفته، حطيت ايدي عليه او بقيت عارفه. بلان ستيك هولدر انجيجمنت is the process of developing approaches to involve project stakeholder based on their needs, expectations, interests and the potential impact on the project. ببتدي بقى ديفلوب ابروتش للتعامل مع كل ستيك هولدر. The key benefit is that it provides an actionable plan to interact effectively with stakeholders. نحط بقى خطة نتعامل بيها بشكل فعال وبشكل كويس مع كل stakeholders. The process is performed periodically throughout the project. Periodically يا جماعة، غير بشكل continuous. دي بتتنفذ بشكل دوري. طيب developing appropriate management strategies to effectively engage stakeholders throughout the project life cycle. Provides a clear actionable plan to interact with project stakeholders to support the project interests. Stakeholder management is more than improving communication and requires more than managing a team. طيب الحته دي مهمه جدا يا جماعه. Stakeholder management is more than improving communication. يعني ده مش مجرد انك بتعمل تحسين للتواصل بينك وبين الستيك هولدرز، ولا مجرد انك بتمانج التيم بتاعك، لا الموضوع اكبر من كده. ستيك هولدر مانجمنت از اباوت كرييشن اند مينتنس اوف ريليشن شيبس، خلي دي في اعتبارك قوي، كرييشن اند مينتنس اوف ريليشن شيبس بتوين بروجكت تيم اند ستيك هولدرز. With the aim of what? With the aim to satisfy their respective needs and requirements within project boundaries. عايز اقول لك على اكزامبل كده، تخيل ان انت شغال في مشروع كبير في حوالي مثلا 500 عامل، وحد سربهم معلومه ان المشروع هيقف وان الناس هتستغنى عنه.
الإدارة ممكن يكون رد الفعل إيه؟ أو إن مثلا دول هيجوا في آخر السنة وهيمشوا نص الناس اللي موجودة ودنيا. فأنت هنا الناس دي ما كانتش متوقعة منك حاجة زي كده، وده ممكن يأثر على المورال بتاعهم، ممكن يأفكت إن هم يقدروا يكملوا الشغل، وممكن يخليهم ما يبقوش عايزين يكملوا الشغل. تمام؟ طيب أنت هنا محتاج تمنتين العلاقة، تمنتين العلاقة مع البروجكت، تمنتين العلاقة مع الستيك هولدر عشان تساتسفاي الريسبكتيف نيدز اند ريكويرمنتس. طيب ستيك هولدر انجيجمنت بلان ابديتس تريجر، يعني امتى تحتاج تحدث خطه الانجيجمنت مع الستيك هولدرز؟ وين ات از ذا ستارت اوف ا نيو فيز اوف ذا بروجكت، لو في فيز جديد من البروجكت بتروح تابديت الستيك هولدر انجيجمنت بلان. طيب وين نيو اندفيدوالز اور جروبس بيكم ستيك هولدرز، current stakeholders are no longer part of the stakeholder community or the importance of particular stakeholders to the project success change. يعني لو دخل لك stakeholder جديد، لو خرج من عندك stakeholder، او اهمية احد ال stakeholders على نجاح المشروع اتغيرت، حد كان مش مهم وبعدين بقى مهم، او العكس صحيح. تمام؟ stakeholder engagement plan برضو ممكن تبقى updated لما يحصل تشينج على الاورجنايزيشن ستراكشر اور ويذين ذا اندستري، يعني لو حصل تغيير في الاندستري، حصل ستاندرد جديد تم اضافته في الاندستري، او حصل تغيير في الاستراكشر بتاع الاورجنايزيشن، او حصل ميرج زي ما حكيت لكم كده من شويه. طبعا الحاجات دي كلها بتؤثر على المشروعات القائمه، او على الاقل خالص بتتطلب من مدير المشروع انه يعمل مراجعه لخطه اشراك اصحاب المصلحه او المعنيين. أو when outputs of the project process areas such as a change management, risk management, or issue management require a review of stakeholder engagement strategy. يعني لو أحد المخرجات بتاعت أي process قال لك روح اعمل update لل stakeholder engagement plan. تمام؟ فساعتها أنت هتروح تعمل update. طيب stakeholder engagement plan هيبقى فيها إيه يا جماعة؟ أنا عندي هنا الأوتبوت stakeholder engagement plan. وإيه الإنبوتس اللي عندي؟ برضه charter و project management plan. We project documents, we agreements, we FOB. ايه التولز اللي عندي؟ عندي data gathering اللي هو البنش ماركينج وعارفينه، assumption and constraint analysis قلناها، root cause analysis قلناها، prioritization و ranking دي برضه خدناها قبل كده، mind mapping خدناها، وفي stakeholder engagement assessment matrix ودي كنا قلناها في knowledge area قبل كده، وتقولنا ان احنا هنيجي نبص عليها مع بعض. طيب stakeholder engagement matrix زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بنقوم حاطين ال stakeholders على الشمال كده، وبنقوم حاطين الليفلز بتاعتنا، الليفلز بتاعت الامباكت او شكل الانجيجمنت اللي موجود مع كل ستيك هولدر، بيبدا من اول ان اوير لحد ليدنج. ان اوير يعني غير مهتم او غير مدرك او ملوش مصلحه او بعيد خالص، وبعدين ريزيستنت مقاوم، نيوترال متعادل، سبورتيف مدعم، ليدنج ده بيبقى بيساعد معايا او بيبقى بيقود معايا المشروع للنجاح. فببتدي احط الكرنت ليفل بتاع كل واحد، واشوف الكرنت ليفل ده انا مش راضي عنه، فانا هحط كمان الديزايرد ليفل. ففريد جاكسون كان او وضعه الحالي هو ان اوير، بس انا فريد جاكسون ده عشان ابقى مطمن على المشروع محتاج احوله لسبورتيف. اذا الكرنت ليفل او الكرنت انجيجمنت ليفل لفريد جاكسون هو ان اوير، وانا عايز احط خطه عشان اخليه سبورتيف. بالنسبه لبيل موك هو نيوترال، بس انا عايز اخليه ليدنج. بالنسبه لجورج وول هو ريزيستنت، وانا عايز اخليه سبورتيف. فببساطه شديده جدا بقوم محدد الكرنت ليفل، وهو محدد الايه الديزايرد ليفل، واشوف انا هوصل لكل واحده من دول ازاي، انا هوصل لكل حاجه من الحاجات دي ازاي. طيب فانا في الستيك هولدر انجيجمنت بلان بايدنتيفايز الاستراتيجيز اند اكشنز ريكوايرد تو بروموت برودكتيف انفولفمنت اوف ستيك هولدرز ان ديسيجن ميكينج اند اكزكيوشن، عشان اخلي الانفولفمنت بتاع الستيك هولدر معايا productive، يعني يساعدوني ان انا انتج واخلص المشروع. يعني على سبيل المثال انت ممكن تنسى تبعت تقرير للاداره الماليه، فالاداره الماليه تيجي تبعت لها
طلب صرف فلوس فتقوم معطله لك الدنيا، وهم زعلانين ان انت ما بعتلهمش التقرير في مواعيده. تمام؟ وبالتالي هيبقى في مشكله في الايه؟ في الريسبونس بتاعهم. It can be formal or informal and highly dependent on broadly framed based on the needs of the project and the expectation of stakeholders. يعني الخطه دي ممكن تبقى فورمال او انفورمال، ممكن تبقى ديتيلد او بريف، ممكن وبتبقى بتعتمد على احتياجات المشروع والاكسبكتيشنز بتاعت الستيك هولدرز. الستيك هولدرز انجيجمنت بلان may include but is not limited to specific strategies or approaches for engaging with individuals or groups of stakeholders. يعني هي بتكون فيها استراتيجيز وابروتشز عشان ازاي نانجيج الناس دي معانا. تمام؟ طيب حته مهمه هنا برضو من بتبقى احيانا مواضع اسئله، ان البروجكت مانجر شود بي اوير اوف ذا سنسيتيف نيتشر اوف ذا ستيك هولدر انجيجمنت بلان. الستيك هولدر انجيجمنت بلان في اي مشروع لازم تتعامل كسنسيتيف دوكيمنت. تمام؟ كونفيدنشال دوكيمنت. ليه؟ لان انت ممكن يكون عندك ناس ريزيستنت للمشروع، ناس ضد المشروع، ناس مش من مصلحتها المشروع يتم، فيكون انت كاتب طريقه او شغل هتعمله عليهم او معاهم ما ينفعش حد يشوفه، ما ينفعش حد يعرفه. انت والله عندك فرد او جهه او قسم جوه الشركه مش من مصلحته ان الدنيا دي تمشي، فانت والله عملت انجيجمنت بلان، بس انجيجمنت بلان ما يشوفهاش غير التوب مانجمنت، هم شايفين الدنيا دي او عارفين الدنيا دي، لكن غير كده ما ينفعش اقسام ثانيه تشوفها عشان ما تشوفش انت ايه الخطه اللي انت حاططها للتغلب على مقاومه القسم الفلاني وهكذا. تمام؟ طيب ندخل على ثالث بروسيس اللي هي مانج ستيك هولدر انجيجمنت. انت بقى جاي هنا تعمل ايه؟ جاي تنفذ اللي انت خططت له. Is the process of communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectation, address issues, and foster appropriate stakeholder involvement. تمام؟ And foster appropriate stakeholder involvement. يعني نفذ بقى واعمل كل اللي انت ايه عايزه، ولو طلعت لك اي مشاكل تعامل معها. اللي هي address issues. The key benefit of this process is that it allows the project manager to increase support and minimize resistance from the stakeholder. هو ده الهدف الاساسي. ان انت حضرتك تشتغل تنفذ اللي كنت مخطط له عشان تنكريز السبورت وتمينيمايز الريزيستنس. طيب this process is performed throughout the project. تمام؟ طيب الانجيجنج ده ممكن يتضمن ايه يا جماعه؟ engaging stakeholders at appropriate project stages to obtain, confirm or maintain their continued commitment to the success of the project. عشان تضمن وتحافظ على التزامهم ويعني ان الناس دي تكون دايما committed للسكسس بتاع البروجكت بتاعك. managing stakeholders expectation through negotiation and communication. يعني في حاجات بتعملها بالنيجوشيشن وحاجات بالكوميونيكيشن وهكذا. addressing any risks or potential concerns related to stakeholder management and anticipating future issues that may be raised by stakeholders. بتدي تحدد الريسكات او البوتنشال كونسيرنز اللي ممكن تكون مرتبطه بالستيك هولدرز مانجمنت، وتتوقع اي فيوتشر ايشوز ممكن تظهر وتاثر على الستيك هولدرز. كمان تكلاريفاي اند ريزولف ايشوز ذات هاف بين ايدنتيفايد. الايشوز اللي انت حطيت ايدك عليها او اللي ظهرت لك تبتدي تعمل لها كلاريفيكيشن وريزولف. تمام؟ طيب البروسيس عندي اهي. manage stakeholder engagement عندي change request. مفيش output معين بيحصل زي بالظبط يا جماعه ما كنت بقول manage communication. تمام؟ manage communication مفيش حاجه معينه يعني. سوري لا مش manage communication، دي كان فيها communication، بس هنا مفيش output معين هيظهر لك، هو كل اللي هيحصل اللي هيبقى فيه change request وقت ما يبقى فيه حاجه محتاجه تتغير، وابديتس في البروجكت مانجمنت بلان، وابديت في البروجكت دوكيمنت. والانبوتس بتاعتي هي بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيمنت، اي اف او بي. التولز اللي عندي اكسبرت جادجمنت، وهنا كوميونيكيشن. ايه هي الفيدباك؟ الفيدباك زي ما قلت لكم يا جماعه كنا اتكلمنا في الكوميونيكيشن، ان انا دايما اعيد الكلام او ااكد الكلام مع الطرف اللي انا بتكلم معاه، وادي له دايما فيدباك عن الحاجه اللي بتحصل عشان دايما اكيد الناس ابديتد واطمن ان انا فهمت اللي هم عايزينه.
interpersonal and team skills, conflict management خدناها, culture awareness خدناها, negotiation خدناها, observation and conversation خدناها, political awareness خدناها, ground rules خدناها. كل الكلام ده tools كانت موجودة عندنا ما فيهاش أي مشكلة. ودي حتة بتاعت الفيدباك. طيب monitor بقى آخر process. Monitor stakeholder engagement is a process of monitoring project stakeholder relationship and tailoring strategies for engaging. زي ما احنا متعودين دايما ان monitor اي في المونيتور بروسس من اي نولج اريا احنا بنطمن ان اللي احنا نفذناه هو اللي كان مخطط وكان افكتيف فعلا في الحاجه دي. تمام. فور انجيجنج ستيكولدر ثرو موديفيكيشن اوف انجيجمنت ستراتيجيز اند بلان. يعني لو ظهرت ان في اي حاجه محتاجه تغيير فبتبتدي تعدلها. The key benefit of this process is that it maintains or increases the efficiency and effectiveness of stakeholder engagement activities as the project evolves and its environmental changes. تمام. This process is performed throughout the project. عندي هنا بيبقى موجود work performance information, وطبعا في هنا work performance data, change request, update the project management plan, update the project documents. والانبوتس هنا project management plan, work performance data طبعا, وEF وبروجكت دوكيومنتس وEF وOBA. التولز اللي عندي كلها تولز ما فيهاش اي حاجه جديده خالص. الترمترز اناليسيز, روت كوز اناليسيز, ستيك هولدر اناليسيز, مالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيز, فوتنج, ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس, فيدباك, برزنتيشنز, اكتيف ليسننج, كلتشر اويرنس, ليدرشيب, نتوركينج, بوليتيكال اويرنس. كلها تولز ما فيهاش اي حاجه جديده. وبكده نبقى خلصنا الستيك هولدرز. وتحياتي لكم, وانا موجود معاكم. يعني اتفضل في اي اسئله. في اي اسئله يا جماعه؟ واي اي اف او بي اي نوت انبوت تو مونيتور تيست بروسيس. انت هنا بتمونيتور الريسك بروسس. اصل هو بص, انت ما ينفعش تقعد تقول ليه دي مش موجوده. طبعا ينفع تسال اي سؤال. يعني ما شاء الله ناس كانت محضره الاسئله في الكوبي بيست. يعني طب كويس, بس في حد محضر لي شويه اسئله عجب يعني. طيب طب واحده واحده عليا, واحده واحده عليا يا جماعه, واحده واحده عليك. واي اي اف او بي اي ار نوت انبوتس تو مونيتور ريسك بروسس. طيب خلينا نسال سؤال, هي انت شايف انها المفروض تكون موجوده ليه؟ تمام, شايف انها المفروض تكون موجوده. يعني انت شايف بتمونيتور الريسك ليه المفروض تكون موجوده هنا معاك في مونيتور ريسك؟ انا شايف ان المونيتور ريسك مثلا انت بتمونيتور اكوردنج للاستراتيجيز والريسبونسز اللي كنت حاططها. انت محتاج ليه يكون معاك اي اف او بي اي في مونيتور ريسك؟ انا بطرح السؤال بالشكل ده. طيب ندخل على السؤال بتاع المهندس احمد. انا مستني طبعا ردك يا باشمهندس احمد فهمي, وهرد عليك بعد. احمد المهندس احمد محمد فتحي. الا يتم الاخذ في اعتبار احتمالات المخاطره الاجراءيه والسلبيه في مرحله التمهيد المشروع لفتره التخطيط؟ بص يا باشمهندس, موضوع المخاطر ده من الحاجات برضو اللي هي ممكن تعملها بدري وترجع تعيدها تاني بعد كده. يعني يكون ان انت يبقى في عندك مجموعه من الريسك. طبعا احنا عاملين نعمل بروجكت شارتر, بيبقى في حاجه اسمها الانيشال ريسكس. الانيشال ريسكس ديت اللي هي الريسكات اللي ظاهره من دلوقتي ومعروفه واحنا عايزين نحطها في الاعتبار. طب ده بيغنينا عن ان احنا بعد كده نايدنتيفاي ريسكس؟ لا, بس احنا بنحطها في التشارتر وبنرجع تاني نعيد البروسيس بتاع الريسك ايدنتيفيكيشن. هل ظهور المخاطر غير مخطط لها مسبقا؟ ما هي الخطوات اللي تيجي بتاعها؟ هنا بتتعامل معاها اسمها ايه؟ work around the plans. yes, the work around the plans اللي قلنا عليها, ان انت تبقى حاطط بلان للتعامل مع المخاطر الغير مخططه. طيب مستوى تاثير المخاطر متى يمكن ادراكه في مراحل المشروع؟ مش عارف السؤال تقصد ايه. يعني انت بتدرك مستوى التاثير ده امتى؟ يعني انت المفروض تبقى بتدركه في الاول. طيب هل هو بيحصل امتى؟ لا, هو يعني التاثير ده بيحصل لما المخاطر دي بتتم, والمخاطر بتتم في حاله الاكسبت وفي حالة الميتيجيت وفي حالة الشيفت برضو أو الترانسفير. تمام. فلو الغرض من سؤالك يعني كيف تحصل أو التأثير ده بيحصل إمتى وإزاي,
تأثير المخاطر زي ما قلت لك، لو انت تجنبته فخلاص مش بيحصل خالص، لو انت عملت له متيجيت بيحصل بس بشكل أقل، وهكذا. هل يمكن أثناء تخطيط المشروع أحدد المخاطر المتوقعة لكل خطوة كل على حدة في آخر عمل تقييم لنسبتها على حسب متوسط الحدوث بالنسبة لمشروعات سابقة؟ تاني، هل يمكن أثناء تخطيط المشروع أحدد المخاطر المتوقعة لكل خطوة كل على حدة وفي الآخر أعمل تقييم لنسبتها على حسب متوسط الحدوث بالنسبة لمشروعات سابقة؟ طب بص، هو يعني المفروض إن الخطوات اللي بننفذها في إدارة المخاطر هي اللي تشرح لك أنت تعمل إيه. أنت في الأول بتخطط وبتحدد الـ definitions according to the risk attitude، وبعدين بتبتدي تايدنتيفاي، وبعدين تبتدي تانالايز، وبعدين الانالايز بتبلان الريسك ريسبونسز، وبعدين تمبلمنت الريسكس. فلو انت هتحدد لكل خطوه على حده في الاول مفيش مشاكل، وبعدين تعمل تقييم ماشي مفيش مشاكل، هذه الخطوات طبعا. وفي التقييم بتحدد نسبه حدوث كل قصه. بالنسبه بقى متوسط الحدوث بالنسبه للمشروعات السابقه، طبعا المشروعات السابقه متوسط الحدوث فيها بيعتبر احد المدخلات اللي انت بناء عليها بتحدد نسبه حدوثها في المشروع الحالي، لان انت في الاول وفي الاخر انت بتقيم بناء على ايه؟ انت بتقيم بناء على مشروعات سابقه. هل يعني متكون بناء على الخبره اللي احد مدخلاتها المشروعات السابقه. هل الفتره الزمنيه للحصول على العائد سوف تكون احد مصادر التاثير على عوامل المخاطره؟ هل الفترة الزمنية للحصول على عائد، تقصد البي باك بيريود مثلا، سوف تكون أحد مصادر التأثير على عوامل المخاطرة؟ بص، طبعا احنا دخلنا في حتة تانية شوية اللي هي حتة البي باك بيريود والعائد. هنا انت بتتكلم على ان في انفستمنت وفي بي باك بيريود وفي ار او اي اللي هو ريتيرن اون انفستمنت، فهي سكوب مختلف شوية عن السكوب بتاع البروجكتس. بس خلينا نقول ان البي باك بيريود ما بتغيرش في الاحتماليه قد ما بتغير في الامباكت، بمعنى ان لو العائد ده هيجي لك بعد فتره طويله فانت هنا محتاج تحسب الفاليو اوف ماني، التايم فاليو اوف ماني اللي احنا خدناها اللي هي البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو، وبالتالي العائد نفسه اللي انت شايفه ان هو مليون جنيه لو هو هيجي لك بعد 5 سنين اكيد مش هيبقى قيمته مليون جنيه. وبالتالي حضرتك النهارده المفروض تقيم العائد الصحيح في ضوء المخاطره اللي انت شايفها. اتمنى اكون جاوبت على الاسئله الخمسه اللي حضرتك طرحتهم يعني انا فهمتهم صح وقدرت اجاوب عليهم. طيب، المهندس محمد فايز بيسال what is the difference between business documents and project documents؟ تمام، business documents هنا انت بتتكلم عن البيزنس كيس وبتتكلم عن البينيفيتس مانجمنت بلان، ودول اتنين دوكيمنتس مميزين جدا وبيكونوا موجودين في اول المشروع. بالنسبه للبروجكت دوكيمنتس فهم حوالي 33 دوكيمنتس موجودين جوه المشروع بيتم الكرييشن بتاعهم وانت شغال في المشروع. كل شويه بتكريت دوكيمنت، يعني انت مثلا بعد شويه بتلاقي ان في احد الحاجات اللي كانت اوتبوت عندك وطلعت من احد البروسيسز بقت بروجكت دوكيمنتس وبتدخل معاك في بروسيسز ثانيه وهكذا. مهندس محمد زيدان شكرا ليك. مهندس محمد سعيد، يعني كده هندسه الستيك هولدرز واي شخص بيتاثر ويؤثر في المشروع؟ نعم، دول الستيك هولدرز، اي شخص بيتاثر ويؤثر في المشروع. مهندس احمد فهمي، ستيك هولدر ريجستر باي هيز نيم اور اورجانيزيشن نيم، وات از ذا جراوند رولز؟ طيب، what is the code register by his name or organization name؟ انا مش فاهم السؤال الاولاني، يعني تقصد تقول ان انا بسجل الستيك هولدر باسمه ولا باسم الاورجنايزيشن بتاعته؟ لو ده السؤال بتاعك، انت هنا مصنف اصلا الستيك هولدر ده على انه اورجنايزيشن ولا على انه انديفيدوال؟ لو هو انديفيدوال هتسجله باسمه، طب لو هو اورجنايزيشن هتسجل الاورجنايزيشن وهتسجله بعد كده ككونتاكت بيرسون او كشخص مؤثر. تمام، طبعا انت بيبقى عندك بعض الجهات الاعتباريه، يعني مثلا لما نقول الحمايه المدنيه، تمام، فالحمايه المدنيه هنا جهه اعتباريه، ممكن يروح رئيس الحمايه المدنيه ويجي غيره اثناء فتره تنفيذ المشروع، وبالتالي انت اسم الشخص هنا ما هو الا كونتاكت بيرسون او الشخص اللي هتتواصل معاه. لكن اللي بيتعامل
هنا انت تتعامل مع الجهه الاعتباريه اللي اسمها الحمايه المدنيه. تمام؟ طيب الجراوند رولز هي مجموعه القواعد التاسيسيه او الاساسيه اللي تتحط في بدايه الشغل مع اي حد. بمعنى النهارده لما اجي في اول حد يطلب حد شغل، كمان مفيش حد يبعت ريبورت قبل ما يعدي على فلان، كمان محدش يبعت ريبورت باي لغه تانية غير اللغه الانجليزيه، محدش يعمل مش عارف ايه. شويه جراوند رولز يعني مجموعه القواعد الاساسيه اللي حضرتك بتتبعها. تمام؟ طيب هل قيد المقاولين الباطن مثلا في شركات مقاولات كبيره يعتبر ستيك هولدر ريجستر؟ طب بص، هو طبعا السؤال معمول بشكل مختلف شويه، انت ممكن اعدل السؤال واقول هل شركات المقاول الباطن بتتسجل في الستيك هولدر ريجستر؟ مش القيد بتاع قيد المقاولين الباطن. في فرق بين ان انت يبقى عندك بروسيس جوه الاورجنايزيشن بتاعتك اسمها قيد المقاولين الباطن لحاجه، وبين الستيك هولدر ريجستر اللي هو بيضم كل حاجه بقى، مش مقاولين بس، كل حاجه. طب هل المقاولين من الباطن يبقوا في الستيك هولدر ريجستر؟ اه يبقوا في الستيك هولدر ريجستر، لانهم ناس بتتاثر بقراراتك، لان الناس ممكن يؤثروا عليك هم كمان. طيب مهندس محمد جاد، شكرا ليك جدا يا باشمهندس. مهندس محمد سعيد، ستيك هولدرز مينز اني ون افكت اور افكتد ثرو ذا بروجكت. نعم يا باشمهندس، اي شخص يؤثر او يتاثر باكتيفيتي او outcome او decision من decisions المشروع. تمام؟ اي حد، بص انا هقولها لكم، اقول لكم التعريف كله تاني اهو. اي جهه او فرد او مجموعه تؤثر او تتاثر او تعتقد انها تتاثر باي من مخرجات المشروع او احد القرارات في المشروع او اعمال المشروع، سواء سلبا او ايجابا، سواء سلبا او ايجابا. تمام؟ طيب difference between avoid and mitigate please. بص يا باشمهندس، الافويد انت هنا بتتجنب اصلا الريسك، ما بتخليهوش اصلا يحصل، ما فيش احتماليه خلاص، بتلغي احتماليه انه يحصل، مش هيحصل خلاص. تمام؟ في ميتيجيت بتسيبه يحصل بس بتخفف اثره، زي ما انا قلت لك ان انت مثلا النهارده عندك هارد ديسك عليه ديتا او اللابتوب بتاعك عليه ديتا، فانت خايف على الديتا دي. في طريقه ممكن تخلي المصيبه لو حصلت اللي هي فقد الداتا، هنا الامباكت اللي احنا خايفين عليه هو فقد الداتا. فقد الداتا دوت يا اما يعني اخليه مينيمايزد، اقلله خالص بميتيجيت عن طريق ان انا اجيب هارد تاني او اعمل الكلام ده، او افويد عن طريق ان انا احط مثلا الحاجه دي على اكتر من حاجه عشان يبقى احتماليه الفقد صفر، مفيش احتمال اصلا للفقد. هنا انا بأفويد الحاجه دي. تمام؟ طيب المهندس عنده فيه، شكرا ليك جدا يا باشمهندس، واتمنى فعلا اكون يعني بواصل، لان فعلا بيبقى احيانا عليا ضغوط، واحيانا ببقى تعبان، واحيانا ببقى مشحون ذهنيا، فيعني اتمنى اكون فعلا بقدر اوصل لكم بشكل كويس. شكرا ليك وجزاك الله خيرا على الدعاء وعلى الامنيات الجميله. شكرا مهندس جابر. المهندس حسام حمدي بيقول ستيك هولدرز، مش عارف ايه الكويشن يعني. المهندسه ايه، شكرا ليكي جدا يا باشمهندسه. المهندس حسام حمدي بيقول ستيك هولدرز تاني، بس مش عارف يقصد ايه. المهندس ميدو، شكرا ليك. المهندس احمد محمد بيسال، متى يكون اختلاف الستيك هولدرز مفيد لتطوير المشروع المختار لمجال العمل؟ اختلافهم بمعنى الكونفليكت يعني، ولا اختلافهم بمعنى ايه؟ يعني هم مختلفين مع بعض؟ ماشي، بس هو يعني حسب الكونفليكت ده في ايه يعني؟ يعني في ناس لما تعمل كونفليكت مع بعضها المشروع يجوز، وفي ناس ممكن يبقى الكونفليكت مفيد. ده لو انت جاي مثلا عندك بنكين بيمولوك وفي بينهم تعارض مصالح، فكل بنك عايز يفوز اكتر بحاجات بنصيب اكتر من المشروع، فانت ممكن ده يكون من صالح المشروع. بس لو افترضنا ان انت الجهه مثلا المسؤوله عن التوريد عندها خلاف رهيب مع الاداره الماليه، فالاثنين خبطوا في بعض لدرجه ان الجهه المسؤوله عن التوريد وقفت التوريد خالص، انت هنا مشروعك هيروح في داهيه. فمش كل اختلاف ينفع يبقى مفيد للمشروع. مهندس حسام، شكرا ليك. مهندس احمد فهمي، how to adjust the direction of the project management company while his behavior is resistant for the project quality. Note my rule is consultant.
انت دورك كونسلتنت كشركه، يعني انت في الشركه بتاعت الكونسلتنت ولا انت كونسلتنت جوه الشركه المقاول؟ يعني عشان برضو اقدر احدد يعني. وان انت هنا هتجست الدايركشن، يعني بمعنى ان انت عايز تخليهم يبقوا كوميتد للكواليتي اكتر، ولا يعني انا كده فاهم صح؟ يعني اديني كده رؤيه عشان اعرف اجاوبك. يعني انت اللي انا فهمته دلوقتي ان انت عايز تخلي الشركه تبقى كوميتد اكتر ناحيه البروجكت كواليتي. الشركه دي بقى انت جزء منها وشغال فيها كونسلتنت، ولا انت في الشركه بتاعت الكونسلتنت اللي هي بتسوبرفايز على المقاول ده؟ تمام. مهندس محمد الديري شكرا ليك يا باشمهندس. مهندس ربيع روزيق شكرا ليك. مهندسه نشيده جزاكم الله وجزانا خيرا. المهندس احمد محمد، في اي مرحله من مراحل المشروع يكون الاونر صاحب التاثير الاعلى من باقي الستيك هولدرز؟ بص، هو الموضوع مش فكره في اي مرحله او مش في اي مرحله، بس الاونر في اونر وبيكون ملوش صلاحيات كتيره قوي، وفي اونر بيكون ليه صلاحيات. مثلا في اونر خلاص عين سبونسر، بقى السبونسر ده هو اللي خد صلاحيات الاونر وبقى بيتعامل، فممكن الاونر في الحاله دي ما بقاش مؤثر قوي، وممكن الاونر يكون بيأكت از سبونسر، وممكن الاونر يكون هنا يعني مثلا نفترض ان مثلا وزاره السكان اونر لمشروع، فجابت وزاره الاتصالات تنفذ المشروع، سوري، او وزاره الاتصالات تجيبها ككونسلتنت وجابت شركه تنفذ المشروع، فهنا وزاره السكان ما بيكونش ليها باور عالي قوي مقارنه بوزاره الاتصالات مثلا يعني. فكل حاجه وليها حاجه يعني، كل كيس وليها كيس. على فكره مثلا في مشروع اشتغلت فيه اللي هو مشروع كان البنيه التحتيه والتكنولوجيه في المدارس، الاونر كان وزاره التعليم، ووزاره التعليم ما كانش ليها يعني رايها او 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 يعني انفولفمنت بتاعتها وقدرتها على التاثير في الموضوع ما كانتش كبيره. الشركه المنفذه كان ليها باور عالي، الشركه الكونسلتنت كان ليها باور اعلى، بس ما كانش فيه يعني باور عالي قوي للاونر يعني. مهندس احمد حلاوه شكرا ليك. المهندس احمد فتحي شكرا ليك. المهندس احمد فتحي بيقول لي كلاينت كونسلتنت، حلو، يعني انت كده تبع الكلاينت وانت كونسلتنت للكلاينت وعندك شركه مقاول بتنفذ، والشركه اللي انت وشركه بتنفذ دي انت عايزهم يكونوا كوميتد اكتر للبروجكت كواليتي. تمام، زي الفل. اول حاجه في الكواليتي انك بتبلان للكواليتي، وانت بتعمل بلاننج للكواليتي بتكولكت انفورميشن عشان تشوف اصلا الروت كوز بتاع طب معلش انت كده بروجكت مانجمنت كمباني، انت كده لخبطتني. طب انت كلاينت كونسلتنت ولا تبع البروجكت مانجمنت كمباني؟ طب تقصد ايه بالبروجكت مانجمنت كمباني؟ اصل انا يعني فرق لي بس، بتقصد ايه بال يعني ايه الفرق ما بين الكونتراكتور والبروجكت مانجمنت كمباني؟ انا هكلمك انا باشمهندس، انا فهمت السؤال معاك. انا هو انت اي مشروع من الميجا بروجكت؟ السلام عليكم الاول. انا لسه ليا سؤال بعدين بس اي الله يبارك سعادتك يا رب والف سلام عليك، يعني معلش الله يخليك الله يبارك فيك يا رب. اي مشاريع ميجا بروجكت بيبقى فيها ليفلز من الكونسلت، في كونسلتنت مانجمنت، في كونسلتنت سوبرفيجن. الباشمهندس هي المعروفه مانجمنت، هو يعتبر دايركت ريليتد للكلاينت، والكونسلتنت سوبرفيجن يعتبر ريبورتنج. معلش ممكن تعيد تاني يا دكتور عشان بس الصوت كان بيقطع. ماشي، بقول لحضرتك الكلام الباشمهندس ان عندك الكلاينت عين في المشروع اثنين كونسلتنج اللي هو مانجمنت، كونسلتنج مانجمنت وهو يعتبر ريبورتنج للكلاينت دايركت، بعد كده عين استشاري سوبرفيجن على المشروع، الاستشاري السوبرفيجن على المشروع ريبورتنج للمانجمنت ده، وبعد كده المقاول تحت مين؟ الليفل ده. الباشمهندس اللي هو تبع هيل ده هو يعتبر ريبورتنج للكلاينت وهو كونسلتنج ليه كمانجمنت. هو مؤسس مكتب استشاري. هو تمام، هو دلوقتي يعتبر تبع شركه البروجكت مانجمنت كمباني، هو كونسلتنج ليها اللي هي ريبورت للاونر، صح كده؟ ايوه فندم. طيب تمام. انت جزء من الشركه كده يا باشمهندس احمد، يعني حسب ما انا فهمت كده ان انت كونسلتنت في الشركه، انت جزء منها، انت مش بتسوبرفايز عليها.
رأى project management company و project management office. كلام من طيب خلينا بس نقول حاجة، ان السؤال هنا يتعلق بقى بان انت جزء من project management company وانت consultant فيها، وحضرتك عايز تدايركت الشركة دي انها تبقى committed للكواليتي. ممكن بس تقول لي لو انا كده فهمت صح ولا لا، عشان لما اجاوب اجاوب بناء على الكلام ده. الباشمهندس هو رفع ايده، انا افتح له المايك مش مشكله يعني، بس عرفني فين مكانه وانا افتح له المايك عشان يبقى واضح. هو مهندس احمد فهمي، يا ريت تفتح له المايك كده عشان هو بس يديني يرفع ايده وانا افتح له المايك. Raise your hand. أيوة ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا باشمهندس. الله يخليك. وحضرتك الوضع في المشروع زي ما باشمهندس كده بصر بقى، أنتوا الاثنين أحمد فهمي. أهلا بيك يا دكتور. لما دكتور إبراهيم قال لحضرتك إن إحنا الأورجنايزيشن عندنا استاذنك بس تعلي الصوت او تقرب من المايك معلش. الكلاينت جاي بجهتين، جهه مانجمنت المشروع. صوت واطي جدا يا باشمهندس، صوت واطي جدا. قرب من المايك باشمهندس او التليفون اذا كنت بتتكلم من التليفون. الكلاينت جاي بجهتين، جهه صوت واطي يا باشمهندس. مش قادرين نسمعك. حضرتك الكلاينت ايوه جهتين. جهه مانجمنت المشروع تمام، وجهه كونسلتنت سوبرفيجن على المشروع وديزاينر كمان تمام تمام. في تداخل ما بيننا، احنا بندور على الكواليتي دايما، وشركه الاداره مش حاسه بالكواليتي، وراها استراتيجيات اخرى تايم وامور اخرى بتيجي على الكواليتي بصوره عاليه قوي تمام. بس انا في حيره مش عارف اعمل معاهم. طيب انت ليك باور يا باشمهندس، ليك باور جوه الشركه. انا خارجهم ماليش دعوه. اكيد اكيد، هو الابر هاند، هو الابر هاند باشمهندس، هو الابر هاند على المقاول. ايوه على المقاول وعلى الاستشاري كمان، وعلى الاستشاري باشمهندس وعلى الاستشاري كمان. كمان الاداره لا، ايه شركه الاداره ما احنا ملناش باور عليها. مش انت تبع شركة الإدارة يا هندسة؟ لا يا فندم، أنا يعتبر مني للكلاينت على طول. أنت كونسلتنت ريبورتنج للكلاينت ومش جزء من الشركات دي. بالظبط يا فندم. يعني يعتبر ليك باور على الشركة ولا مالكش باور؟ لا ماليش باور عليها. باور طب أنت 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 دورك إن هم بيرجعوا لك يسألوك مثلا ولا أنت إيه؟ لا حضرتك، بنلاقي دايما اتجاههم المينيمم ريكوايرمنت، مش الكواليتي المظبوطه اللي هي موجوده في السبيكس بتاع المشروع، بحيث ان التايم عندهم مهم جدا، اهم من الكواليتي. فدي تمام ماشي. انا عايز اعرف بقى دلوقتي انت علاقتك ايه بالشركه، يعني انت ممكن تنفورس عليهم ولا انت جاست بتريكومند ولا انت ممكن تعمل ايه بالظبط؟ يعني انت ايه سلطتك وصلاحياتك في الموضوع؟ نقبل الشغل ونرفضه. تقبل وترفض بس. السبيكس بتاع المشروع. سوبرفيجن من على المقاولين. دي مقاولين تبع الكلاينت على طول، وفي شركه اداره بتعمل كوردينيشن ما بين الكل. تمام. ملناش طيب. سلطه عليها خالص. في الحاله دي طبعا يعني هي كيس ممكن تكون اوت اوف سكوب بالنسبه لعلم كعلم اداره المشروعات كستاندردز. أيوة. اكتر منها خبره بتيجي من التعامل مع الشركات، واكيد الدكتور ابراهيم وعنده رد، وانا عارف ان هو هيقول دلوقتي كمان يمكن كلام احسن من اللي انا هقوله، ولكن من وجهه نظري انا الشخصيه، اذا ما كانش ليك سلطه غير انك تقبل وترفض، فكل اللي ينفع يتعمل في الحالات اللي زي دي انك تعمل بافر في الكواليتي. بمعنى ده لو ينفع، ما اعرفش طبعا برضو الشركه الاستشاري هل تعرف تعمل ده ولا لا، بس لو انت تقدر تعمل ده، يعني انت لو افترضنا ان انت عايز او المينيمم ليفل اوف كواليتي كان بي اكسبتد هو 80%، ارفعه انت ل 90% عشان لما يجي لك اقل حاجه ممكنه يبقى مرضي بالنسبه لك. جالك 85، جالك 83، يبقى اكسبتد.
ده فور اكزامبل يعني، يعني انا ما اقصدش اكيد مش هينفع ندخل في تفاصيل حاجه معينه، بس طالما ما فيش عندك غير سلطه الرفض والقبول فانت بتعلي الليفل بتاع الرفض والقبول، بتعلي ليفل القبول عشان لما هو يبقى تحته بحاجه بسيطه يبقى انت الليفل الاساسي بتاعك متغطي. وبرضو ممكن الدكتور ابراهيم يضيف للحته دي اكتر مني. اتفضل يا دكتور. شكرا. الله يبارك فيك باشمهندس احمد. يعني انا تعاملت مع هل هنا ويعني بياخدوا مانجمنت كتير. الكلاينت انت كمانجمنت على المشروع انت فول كوردينيشن وريبورتنج للكلاينت بناء على الكواليتي اللي انت شايفها وبناء على السكوب والسبيكس، بس في نفس الوقت حتى لو الاستشاري السوبرفيجن اللي هو موجود يعني يعتبر هنقول في نفس الليفل بتاعك اما ظلما ان انتش بار عليه، من حقك ان انت ريبورتنج للكلاينت ان الشغل اللي بيستلمه الاستشاري غلط بناء على انه هو مش ملتزم، وانت في نفس الوقت بحكم تعاقد هو تعاقده مع الكلاينت وانت تعاقدك مع الكلاينت في نفس البلل ليفل، بس هو واخد سكوب وانت واخد سكوب تاني والاثنين بعيد عن بعض تماما، من حقك ان انت ريبورتنج للكلاينت ان الشغل ده مش مظبوط، لان انت اليد العليا عند الكلاينت وهو جايبك مانجمنت اوفيس فعلا. ان انت لو انت رجعت للسكوب بتاع سعادتك انا متاكد مليون في الميه ان هيل عارف الكلام ده كويس، ان انت المفروض لو الاستشاري استلم وات ايفر بقى نوع الاستلام ماشي ازاي من حقك ان انت ريبورت الكلام ده. انا شايف كده وهيل شغاله كده فعلا ريبورتنج ممكن تقف الاستشاري فعلا الاستشاري اللي سوبرفيجن، وده حصل معانا هنا في الناشونال جارد نقبل سعادتك يعني مع بن لادن وسعودي جي وواتيفر مين من مولين نفس الكلام كهيل كانت هي المانجمنت انا كنت في الكلام في الفتره دي واخد بالك كنت مانجمنت، فطبعا كنت بنعمل ان احنا نقول الكلام ده مش مظبوط يجي يعمل الاستشاري كلاريفيكيشن بقى الكلام ده فعلا سواء هو اللي صح ولا المواصفات بتقول ايه او العقد بيقول ايه، لان في الاول والاخر انت لازم تمشي على السبيكس بتاعت المشروع اللي هي انت والسوبرفيجن عندك نسخه منها، انت اوريدي فول كوردينيشن ما بين كل مين الكونسلتنج اللي على المشاريع مشروع واحد او مباني او وات ايفر مالتي فيزز عندك واخد بال سعادتك. ف انا رايي ان انت تراجع السكوب بتاع العقد عندك الصلاحيات بتاعتك والريسبونسبيلتي بينك وبين الكلاينت وبينك وبين الناس اللي معاك حتى لو كانوا في نفس الليفل عشان ما يحصلش اختلاف زي ما انت بتشرح الباشمهندس. شكرا جدا يا دكتور ابراهيم. انا عندي سؤال دكتور ابراهيم طبعا اضاف ومن خلال خبرته الفكره بس كلها في ان دايما التعامل مع ان في حد بيديك اقل من اللي انت متوقعه هو ان انت تعلي اللي انت متوقعه وتعلي اللي هو يعرفه ان تعلي الليفل اللي هو المفروض يبقى عارفه عنك متوقع ان انت متوقعه عشان يديليفر لو ديليفر 80% من اللي انت الجديد ده يبقى هو والله يعني اكسبتد بالنسبه لك. وان كنت اشك ان ده ممكن يحصل لان الحاجات دي بتبقى ستاندرد، بس ممكن نقصد نقول في اول المشروع تعلي ليفل الاستلام قوي عشان بعد شويه يبتدي الدنيا تبقى معمول حساب انك بتستلم استلام صعب فيبقى الالتزام نسبته عاليه الله اعلم. طيب بس تعليقا بس على موضوع الماتيريال المهندس احمد حسام اكيد معانا، انا هبعت لك الملف بتاع الريسك وبتاع الستيك هولدرز بعد المحاضره على طول يا باشمهندس وانت ارفعه للناس، حتى لو المهندس احمد سمير يعني ما مش فاضي النهارده او بكره فانت ارفعه للناس، الناس مستعجله قوي فانا هبعته لك مره تانية وان شاء الله يعني نرفعه. انا عندي سؤال بعد اذنك يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. يعني ممكن يكون بعيد لحد ما بس في جزئيه في جزئيه الرزق. اذنك بس تعلي صوتك شويه معلش. ايوه كده كويس حضرتك؟ تمام. بقول لحضرتك هو ممكن يكون بعيد حاجه بسيطه بس هو في جزئيه الريسك بالنسبه للتوتال فاليو انجينيرنج او التوتال فاليو مانجمنت. التوتال فاليو انجينير طبعا ماجي في لحظه بعمل فاليو انجينيرنج للمشروع عاوز اعمل ريجستر للريسك بتاع الفاليو انجينيرنج في نفس الوقت. دوت تحب تعارض ولا ملوش علاقه؟
وانا يعني في مرحله ما هينطلب ان انا اعمل فاليو انجينير، فانا عاوز اعمل برضو اعملها ريجستر لحالها كريست. ايه راي سعادتك؟ معلش ممكن تاني عشان الصوت للأسف قطع. معلش. ماشي يا فندم. بقول لحضرتك الله يبارك في سعادتك، كده واضح ولا صعبه؟ لا كده تمام، هو بس بيقطع احيانا في بعض الجمل فبتقع مني الصورة ماشي يا كلها. فندم، معلش انا اسف. اتفضل اتفضل. بقول لحضرتك طبعا في عاوز اعمل في بعض المشروع، بيجي الكلاينت فتره كده ويروح مثلا يقول لك اعمل لي فاليو انجينيرنج الفيز ديت. انا عاوز اشوف الريسك بتاع الفاليو انجينيرنج في الفيز ديت، احطه كريسك لحاله ولا اضمه مع الريسك بتاع المشروع بالكامل؟ طيب يعني هو الفاليو انجينيرنج ده بيبقى حاجه كده ترايل، يعني مش بتكمل بيها، يعني ده بيأفكت اي، يعني انت بيبقى هي معزول عن كافكت المشروع. الكوست والكواليتي، لانه افكت الكوست والكواليتي. ايوه مقصودش يعني انت في النهايه بتعمل الاكتيفيتي دي كحاجه كده مستقله ان بارلل ولا جزء من الاكتيفيتيز بتاعت المشروع؟ هي انطلبت في مثلا بعد 70% من المشروع، بعد ايه؟ بعد 70% من البروجرس بتاع المشروع الكلاينت طيب قال لك اعمل لي. هي ليها كوست او وقت يا هندسه؟ طبعا طيب طالما ليها كوست او وقت وهتأفكت الجنرال كوست والوقت بتاع المشروع، يبقى تتحط مع الريسكس بتاعت المشروع، لان ده تشينج كده من الاخر. انا المفروض اصلا الطلب اللي هو طلبه منك ده تدخله في البرفورم انتجريتد تشينج كنترول، لان انت طلبت مني طلب جديد ما كانش موجود. صح، ده وعشان مش كده بقى مجرد معاك ريبورت يعني. الليفل بتاع الريسك بقى هيعلى في اللحظه ديت. انا عندي اوريدي الريجستر ريسك عندي موجود وشغال عليه، فلما ينطلب الجزئيه ديت هيعمل لي موديفيكيشن كبير على الاكتيفيتي المتاثره بالكلام ده. طبعا طبعا. في الاول وفي الاخر ما ينفعش تمانج الريسك يا دكتور في منطقتين مختلفتين، في النهايه لازم يكون في لكل مشروع وان ريسك ريجستر، لان زي ما احنا قلنا هي سنترال داتابيز للمشروع كله بتضم كل الريسكس بتاعته. كون ان حصل عندي تشينج، التشينج ده قد ينتج عنه كوست اكتر او تايم اكتر او وات ايفر، اي نوع من انواع الامباكت، فانا لازم امشيه في البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. يعني على سبيل المثال مثلا، احنا من ضمن الحاجات اللي بندرسها لما بنيجي نعمل برفورم انتجريتد تشينج كنترول، بندرس الريسك اللي بينشا عن التشينج ده. انا كنت طالب منك انك تعمل لي الباب بتاع الغرفه 190 في 105 مثلا، فجيت بعد شويه وطلبت منك تخلي الباب بدل ما هو 105 90. انت لازم تبتدي تدور ورا ال 90 او ال 15 سم الفرق دول اللي حصلوا، وايه هي البوسيبل او البوتنشال الامباكت بتاع الحاجات دي كلها بما فيها الريسكات. احنا ممكن يكون عندنا ريسك بعد شويه ظهر جديد نتيجه التشينج ده، ان في نوع معين من الفرنتشر مش هنعرف ندخله من الباب. وبالتالي اي تشينج بيبقى من احد النقط اللي بتدرس هي الريسكس اللي بتنشا عنه. فكون النهارده ان في تشينج اسمه اعمل فاليو انجينيرنج للبروجكت هينشا عنه ريسكات جديده، فده لازم يتضاف في الريسك ريجستر. شكرا سعادتك، تسلم. تمام تمام، الله يبارك سعادتك. طيب كان في سؤال برضو من المهندس حسام حمدي بيقول الستيك هولدرز بتبقى من قبل بدايه المشروع وبتربط ما بين الاقسام المختلفه وتوقع المخاطر والعمل على تجنبها وحل المشاكل اثناء المشروع في المشروع والتحسين لاداء العمل. ايه السؤال بقى؟ انا ما فهمتش السؤال، ايه اللي بيحصل؟ طيب انا كده ما فهمتش السؤال. طيب بتبقى من قبل بدايه المشروع بتربط ما بين الاقسام المختلفه وتوقع المخاطر والعمل على تجنبها وحل المشاكل اثناء العمل في المشروع والتحسين الاداء. مختصر تقصد ان الستيك هولدر ده هو ده اختصار الستيك هولدر مثلا؟ يعني ده اللي عايز تقوله؟ طيب معلش، هو طبعا انا سامحوني انا ممكن ما افهمش السؤال من اول مره. يعني ده تقصد تقول الستيك هولدر هي دي اختصارتها، بتبقى من قبل بدايه المشروع تربط بين اقسام مختلفه توقع المخاطر وعمل تجنبها. بص، هو الستيك هولدر مش بتربط ما بين الحاجات دي كلها، بس هي الستيك هولدرز هي كون ان حضرتك تبقى عارف مين مواطن او مين الاشخاص او الجهات اللي يعتبروا موطن اهتمام اللي يجب الاهتمام بهم، سواء على المستوى ان هم بيأثروا عليك او انت بتأثر عليهم، ففي النهايه هي دي الستيك هولدرز. فكره بقى ان توقع المخاطر، ما هو انا بتوقع المخاطر اللي ممكن تكون مرتبطه بستيك هولدر، تمام؟
وهكذا. وحل المشاكل ماشي، حل المشاكل انا بحل المشاكل في المشروع بشكل عام، بس في حته خاصه بالستيك هولدر هي باجي فيها بدرس الستيك هولدرز. قوه الضعف. ماشي، ما فهمتش يعني ايه قوه الضعف، بس ماشي. طيب اني واي، تعليقنا بس المهندس سامح احمد فهمي عنده ايشو كده بخصوص السكادولينج، ودي يا باشمهندس سامح انا هجمع كل الاسئله اللي ما جاوبتهاش وهنعمل محاضره كده في الاخر نقعد فيها ندردش مع بعض ونجيب لكم اسئله ونقعد نشوف كل المناطق اللي ممكن يكون فيها اسئله ونتكلم فيها. عشان بس انا لو اتكلمت دلوقتي في سكادولينج يا باشمهندس سامح ممكن الخبط الناس، او الناس مش حاضر في ذهنها فكره حاجات خاصه بالسكادول. خلاص، فانا هجمع كل الحاجات دي ونبقى لنا محاضره في الاخر نعمل فيها زي ريفيجن كده على كل حاجه. تمام. شكرا باشمهندس محمد فايز، شكرا ليك، بارك الله لكم جميعا. طيب في اي اسئله تانية يا جماعه؟ موضوع الامتحان والتسجيل، معاك حق، انا كنت واعد حد من الزملاء هنا مش عارف انت ولا مين بان انا هعمل معاه ريجستريشن، بس في حد تقريبا برضو من زمايلكم دخل في جروب ولقى فيديو خاص بالريجستريشن. لو انا زي ما قلت لكم انا يعني مش هكذب عليكم، انا من زمان ما دخلتش الخطوات دي، فانا لو هعملها هدخل زي ما قلت لكم اشوفها وراجعها مخصوص عشان خاطر اقولها لكم. فلو في حد من الزملاء فعلا، المهندس محمد عبد السلام تقريبا هو اللي جاب الفيديو او حاجه زي كده، بقول دلوقتي اي حد عاوز يحجز امتحان لازم يكتب اسمه وعنوان الكورس وتاريخ البدايه والنهايه واسم المحاضر، وطبعا لازم نخلص الكورس عشان اي حد عاوز يحجز الامتحان لازم الكورس يخلص الاول. ممتاز ممتاز. طيب في حاجه كمان تقريبا انا شفتك يا هندسه منزل بوست بتسال على فيديو او حاجه، بوست خاص بخطوات الحجز، هل وصلت الحاجه؟ يعني انتوا لو وصلتوا الحاجه يا جماعه ممكن تتابعوا الحاجه دي، او حد يعني اللي وصل لها ينشرها بين الناس الزملاء، وممكن يبقى جزء زي ده يعني الشخص اللي بيشرحه او لو لسه عامل ريجستريشن قريب يبقى افضل مني فيه. تمام، لان زي ما قلت لكم انا ما عملتش ريجستريشن قريب، وبالتالي عندي يعني هحتاج ادخل اشوف الموضوع. تمام، لو انت الباشمهندس محمد عبد السلام توصلت الحاجه بتاكد كاتب طيب الفيديو اللي في البوست واضح بالتفصيل. طيب في عندك فيديو انت نزلته في الجروب بتاع الكورس ولا ايه يا باشمهندس محمد؟ ممتاز. طيب يا جماعه المهندس محمد عبد السلام نزل فيديو في الجروب بتاع الكورس بيوضح بالتفصيل خطوات الريجستريشن، فمن فضلكم بصوا على الفيديو ولو بعد كده عندكم اي مشكله قولوا لي. طيب المهندس محمد رازق بيقول المحاضرات الماده العلميه كافيه لدخول الامتحان؟ لا مش كافيه لدخول الامتحان، محاضرات الماده العلميه عشان تخلي حضرتك تقدر تلم الموضوع بسرعه وبسهوله، لكن حضرتك لا غنى، بص انا بقول اهو، لا غنى عن قراءه البينبوك بشكل متأني. مهندس عمرو شنقيطي بيقول غالبا بيحصل تعارض مصالح بين المانجمنت والكونسلتنت في مصر، وبتوصل لخروج احدهم قبل انتهاء المشروع بسبب عدم التواصل. طيب دي والله يعني برضو واضح من انها من الدروس المستفاده او من الحاجات الكومن المعروفه ان بيحصل دايما تعارض ما بين المانجمنت والكونسلتنسي اورجانيزيشن. طيب المهندس محمد عبد رجب بيقول لك ابعت الرابط يا هندسه لو سمحت. طيب استاذنك يا باشمهندس محمد عبد السلام ممكن تعيد نشر البوست مره ثانيه في الجروب النهارده؟ يعني حضرتك تنزل لهم البوست مره ثانيه؟ والله يا باشمهندس عادل يعني انا يعني تعبكم راحه، يعني اختصار الموضوع كله ان تعبكم راح، بغض النظر بقى انا تعبت وما تعبتش، تعبكم راحه يعني. انا سعيد بتواصلي معاكم وسعيد ان انا اكون شخص بيضيف لكم معلومه واكون سبب في انكم بشكل ما يحصل لكم ارتقاء سواء مهني او تقدروا تاثروا في المجتمع او تقدروا انكم تخلوا حياه الناس افضل او تحرزوا اي تقدم من اي نوع. انا سعيد اني اكون سبب في حاجه زي
مهندس عمرو، بس استكمالا لكلامه ولسؤاله بيقول وتكمله للسؤال، ايه هي الاليه المحدده للعلاقه ما بينهم؟ ما اكذبش عليك يا هندسه، انا ما عنديش الاكسبيرينس بتاعت ازاي نحل المشكله ما بين المانجمنت والكونسلتنسي، بس لو في حد عنده سكسس ستوري في الحته دي ممكن يشاركها معانا وكلنا هنبقى بنتعلم منه. يعني لو حد عنده سكسس ستوري او عدى على تجربه في العلاقه ما بين المانجمنت والكونسلتنسي كومبانيز يضيفها لنا.